أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أولاد إبراهيم. وفي هذا اللقاء بنتكلم عن مفهوم السماء في المسيحية. بصراحة من عدة أسابيع كان لنا حوار في البرنامج عن الجنة في الإسلام وعن الحور العين والولدان المخلدون وأنهار من الخمر تنتظر من يفجرون أنفسهم في سبيل الله. هذا ما يقوله بعض إخواتنا المسلمين. وفي أثناء هذا الحوار طلب مني فضيلة الشيخ عزيز عبدين أن نتكلم عن مفهوم السماء في المسيحية. وعدته، وها نحن نخصص هذا اللقاء للحديث عن السماء في المسيحية ونطرح بعض التساؤلات. إيه المقصود بالسماء بالضبط بالتحديد؟ وكم سماء موجودة؟ وهل السماء هي حالة أم مكان؟ والواضح مما جاء في الإنجيل أن السماء لابد أن تكون الأثنين معا، حالة ومكان. فالسماء قبل كل شيء هي حالة، فكلمة السماء في معناها اللغوي تشير إلى الارتفاع، وكلمة الأرض تشير إلى الانخفاض. ولا يمكن أن يتأهل الإنسان للسماء ما لم يتغير إلى تلك الصورة عينها، يعني يحدث تغيير في الإنسان نفسه. من المستحيل على الجسد المادي الصعود إلى السلام إلى السماء ما لم يصبح جسدا روحيا، لأن هذا الجسد الأرضي المادي الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت لابد أن يلبس عدم موت. ومع أن السماء حالة ارتفاع، لكنها إلى جانب ذلك مكان ذهب إليه المؤمنين من بداية الخليقة، وذهب إليه المسيح نفسه بعد قيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماء بجسد ممجد نوراني، وهو حي الآن في السماء. كل الناس بتتكلم عن المسيح الحي. كمان عندي النهاردة خبر رائع لكل إنسان، إن الإنسان المؤمن الذي يصل إلى السماء سيحيا فيها إلى الأبد، بل بكل صراحة يدخل إلى الحياة الحقيقية. فحقيقة الحياة لا يبدأها الإنسان إلا في السماء، وهذا ما أعلنه المسيح بكل صراحة في الإنجيل بحسب البشير يوحنا في أصحاح 5 وعدد 29: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. وهذا يكشف لنا أننا لم نتذوق بعد معنى الحياة الحقيقية. إحنا النهاردة في مرحلة التحضير للحياة، ولا يمكن أن نعيش الحياة إلا في السماء. وهذه الحياة الحقيقية الأبدية هي حياة معرفة الله. فنحن الآن نعرف عن الله بعض المعرفة، ولكن في السماء سنعرف الله معرفة حقيقية. عشان كده المسيح قال في يوحنا 17:3: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. السماء الحقيقية هي حاجة فيها معرفة حقيقية لله، ووجودنا الدائم في محضر الله سبحانه. وهذه الحياة هي حياة الكمال والسعادة التي لا توصف، لأننا نكتشف حقيقة الحياة نفسها. وسوف نشرح هذه الأمور بكل تفصيل أثناء الحوار في هذا اللقاء، حتى نشتاق أكثر إلى الانطلاق للسماء، ونقول مع الرسول بولس: لي اشتياق أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. طبعا هناك فرق كبير بين ما يؤمن به إخواتنا المسلمين عن الجنة وما نؤمن نحن به عن السماء، وما ينتظر المؤمنين بعد الموت. في فرق كبير قوي بين الفكر الإسلامي والفكر المسيحي، وده هنحاول نوضح الفرق ونطرح بعض الأسئلة الهامة في هذا اللقاء. أين تذهب الروح بعد الموت، روح الإنسان؟ وماذا عن الجسد؟ هل ينتهي ويتلاشى
أم يعود فيقوم؟ وإذا قام فكيف تعود الصلة بينه وبين الروح؟ وما الدليل على قيامة الأموات؟ في ناس كتير بتقول ما فيش قيامة ولا حاجة، إيه الدليل؟ وإيه الدليل إن هناك حياة بعد الموت؟ وأسئلة أخرى كثيرة سنناقشها مع ضيف لقاء اليوم، ويسعدني أن يكون معي لأول مرة الفاضل والصديق القس عادل ملك. أهلا بك أسيس عادل. أهلا بك حضرة الشيخ، ده شرف عظيم أن أنا أكون معاك. أنا بيشرفني وجودك معنا، وعايزين في البداية أستأذنك وتقودنا في صلاة تجاوبا مع دعوة بابا الفاتيكان التي أطلقها أن بيخصصوا هذا اليوم صوم وصلاة من أجل سلام العالم عموما والحالة في مصر وسوريا خصوصا، وخصوصا سوريا والمشكلة الحالية اللي بتمر بيها. ما عندناش حل غير ان احنا نصلي من اجل شعوبنا العربيه، ونطلب ان اله السلام ياتي بسلامه الى منطقتنا العربيه. ارجوك قدنا في صلاه من اجل هذا الامر. خلاص خلينا نصلي. الهنا العظيم القدوس لكل الشكر يا سيد، لانك انت يا رب لما حتى ارسلت ابنك كان رئيس السلام. انت يا رب بتتكلم عن السلام في العهد القديم وفي العهد الجديد. أنت يا رب من غيرك لا يوجد سلام. يا رب بنحط قدامك كل العالم في الوقت ده. بشكرك يا رب من أجل نداء البابا، بابا روما، من أجل أن يكون النهاردة صوم وصلاة من أجل السلام العالم وخاصة في الشرق الأوسط. بحط يا رب أمامك بلادنا في الشرق الأوسط، بحط سوريا أمامك. يا رب لا تسمح أن يكون في حرب، لا تسمح أن يكون في أي ضرب لأي مدني أو حتى حربي. يا رب بنحط قدامك الناس كلها علشان أنت يا رب تحافظ على دمائهم. نعم. لا تسمح يا رب أن يكون في شر في الوقت ده. بحط قدامك يا رب مصر والأمور اللي بتمشي فيها، بحط قدامك لبنان والعراق وليبيا وكل دول الشرق الأوسط يا رب. يا رب بحط قدامك أمريكا، وبحط قدامك الرئيس أوباما علشان أنت يا رب تحل فيه تخليه يسمع صوتك يا رب. نعم يا رب. امنع من فضلك يا رب الملوك كجداول المياه بين ايديك يا سيد، واحنا بنسالك يا رب انك انت تملك وانك انت تحكم وان يكون كل خطوه يا رب بيعملوها تكون جايه منك انت يا سيد. يا رب بنحط امامك شعوبنا هنا في الغرب علشان انت يا رب تساعدهم يا رب انهم يعترضوا بالسلام او بالسلم عن كل ما هو سيء، كل ما هو حرب، كل ما هو شرير. يا رب بيصلي الكل في اسم المسيح. آمين آمين آمين. ما عندناش حل غير ان احنا نصلي ونطلب ربنا يتدخل في الظروف الصعبة اللي بيجتاز فيها العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، وخاصة في مصر وسوريا، حتى يتوقف نزيف الدماء. بالتأكيد. سيس خليني أسألك في البداية، ما احنا بنتكلم عن السماء، هل من المهم ان احنا ندرس هذا الموضوع ونعرفه ونفهمه؟ ايه اهميه ده؟ سؤال رائع طبعا كالعاده. الاسئله بتاعتك كلها جميله. موضوع السماء هو موضوع من اكتر الموضوعات اللي بتريح قلوبنا، خاصه وكل ما بنشوف اللي بيحصل في العالم في الوقت ده، حروب ومجاعات وكل مكان فيه مشاكل. حتى كنا بنفتكر واحنا عايشين في الشرق الاوسط ان امريكا هي بلد السلام. الجنه والسلام وكله، لكن بنيجي هنا نلاقي نفسنا بنتعب احيانا اكتر من وجودنا في الشرق الاوسط. اول حاجه ان موضوع السماء بيدينا امل. نعم. امل واحنا بنعيش في حياه الالم. حياه الالم وحياه التعب والمرض كل ده، فموضوع السماء لازم نتكلم فيه علشان يدينا امل. أنا مش عارف الحقيقة الناس اللي هم بيفتكروا إن الحياة آخرها هي الموت دول يعيشوا إزاي حتى. لأن إزاي الواحد يبقى عنده أمل؟ وزي ما الكتاب بيقول الأمل أو الرجاء ما ينفعش يكون أمل أو رجاء إذا كانت إلا إذا كانت حاجة في المستقبل. اللي عايش فيه ده مش أمل. تاني حاجة الموضوع مجهول للأسف الشديد. أغلب الكنائس العربية ما بتتكلمش عن السماء إلا فقط في حالة العزاء، في حالة الجنازات. بتكلم أنا في الموضوع ده، أنا متبني الموضوع ده أن أنا أتكلم فيه في أماكن كتير لما بتترك لي الحرية. طبعا بتكلم فيه في أماكن كتير، وكتير خالص أسمع من الناس يقولوا لي إحنا أول مرة نسمع الكلام ده،
ليه؟ خسارة. لما الكتاب مليان موضوعات عن عن السماء وعن بيحصل في السماء، بيحصل لأرواحنا، بيحصل لأجسادنا بعد ما نقوم. ثالث حاجة، لآلاف السنين البلايين من الناس ماتت، واللي بيحصل لو المسيح تأنى لحد سنة 2200 ولا 2500، ولا واحد من اللي عايش على الأرض الستة ولا السبعة بليون النهاردة هيكون موجود. نعم. لو تأنى المسيح. نعم. كلنا هنموت. نعم. إيه دي المفروض تكون رغبة عظيمة جدا عندنا إن إحنا نعرف رايحين فين، وإن إحنا نعرف أحبائنا سبقونا وراحوا فين. رابع حاجة، الموضوع ده اتكلم عنه في الكتاب المقدس في أماكن كتير جدا، العهد القديم، العهد الجديد، كل الأماكن اتكلمت. إزاي نبقى بنعرف كتابنا ما لم نكن نعرف الموضوع المهم ده؟ وخامس وآخر حاجة، الموضوع ده مهم جدا لكنه محتاج لدراسة ومجهود زي أي موضوع كبير. دايما في المسيحية المواضيع الكبيرة محتاجة لدراسة ومحتاج لمجهود، فياريت إن إحنا ومحتاج لتدريج في المعلومات. أنا بشكرك لك، كمان عايز أوجه نفس الكلام ده لكل المشاهدين مسيحيين أو مسلمين، ياريت تعرف عن السماء معلومات صحيحة، وتعرف وتتأكد إن دي حقيقة. والنهاردة هنتكلم إزاي دي حقيقة ثابتة ومؤكدة. كمان أكتر حاجة مهمة هو أنك أنت تعرف أنت رايح فين، يعني بعد الموت، سواء بقالك فاضل لك سنين طويلة أو كتيرة، زي ما بيقول القسيس كلنا هنموت، طب بعد الموت هنروح فين؟ لو ما فيش حاجة بعد الموت هذه الحياة لا تستحق أن تعاش. لو في حاجة بعد الموت من الرائع جدا أنت تعرف عنها وتعرف السكة الصحيحة ليها حتى لا تفقد أبديتك. عشان كده عايزك تتابع اللقاء ده مخصوص وانت عايز تعرف نهايتك فين او رايح فين بعد كده. الحاجة التانية، لو عندك اي تساؤل او يعني سمعت حاجة جديدة عليك اول مرة تسمعها من القسيس عادل واحنا بنتناقش معاه ومع الضيوف اللي هيكونوا معانا سواء الشيخ عزيز او ابونا شنودة بعد شوية، المهم اطرح سؤالك بكل جرأة حتى نقدر نحصل على إجابات ونستمتع بحوار رائع مع بعضنا. أسيس خليني أسألك، هل الإنسان مجرد جسد ولا فيه روح؟ وإذا الروح دي موجودة فين؟ وإزاي نتعرف عليها؟ وإزاي نفهم عن الروح؟ هجاوبك على سؤالك. ممكن بس أرجع حتة صغيرة. أنت فكرتني بحاجة وأنت بتعقب على الإجابة بتعقيب رائع جدا، لكن عايز أفكرك بحاجات كتير إحنا بننساها. نعم. لما قبل ما نيجي من الشرق الأوسط، يعني افترض معايا ان احنا عايشين، انا اصلا من مصر، فافترض معايا ان انا عايش في مصر، افترض ان انا ما عنديش تي في تلفزيون، ما عنديش اكسس للانترنت، ما عنديش انترنت، ما عنديش اي معلومات ولا قريت كتب عن امريكا. وفجأة السفارة الأمريكية ادتني إقامة دائمة في الولايات المتحدة. فحصل ان اعرف صديق واحد في امريكا. انا كله مجرد خيال. كلمت صديقي فبقول له انا جاي امريكا وما عنديش اي فكره، لا قريت كتاب ولا عندي معلومات ولا شفت معلومات في التي في ولا الانترنت خالص، كل اللي اعرفه ان الناس بتقول لي دي كلام يعني. انت ايه رايك؟ لقيت ان صديقي بيقول لي بص، لا تجيب معاك حاجه ولا تعمل اي حاجه، امريكا دي بجنه الله على الارض، كل يوم هتفتح الباب هتلاقي بتاع 10,000 دولار قدام العتبة. وكل يوم الناس يصدقوا تبقى مشكلة. وكل يوم وهدولك بيت ببلاش على البحر. وقعد يقول لي معلومات. طبعا أنا وإنت عارفين أن المعلومات دي غلط. طبعا. بالتأكيد طبعًا. المعلومات دي غلط. طبعا. لكن تخيل معايا أن إحنا بنبني معلوماتنا عن السماء بنفس الطريقة. إما مش عايزين نتكلم بالظبط كده، إما مش عايزين نتكلم عن السماء ومش عايزين حد يكلمنا عن السماء لأنها بتفكرنا بالجنازات. والموت مش عايزين نتكلم عنه وطبيعتنا الشرق أوسطية، مش عايزين إن الموت كفاك الشر ولا مش عارف إيه والحاجات دي، كأن الموت ده حاجة سيئة. فبالتالي كل الحاجات دي مهمة جدا إن احنا نعرفها عن السماء. على الأقل ما يكتفيش الواحد يعرف معلومات من أشخاص، لكن عايزين بالزبط. نعرف معلومات من مصادر موثوق فيها بالزبط. ونعتمد عليها. مظبوط. طب خلينا نرجع للسؤال. مظبوط. أين تذهب الروح الإنسان بعد الموت؟ في أدلة كتير جدا على أن الإنسان هو عبارة عن روح وجسد مع بعض.
فعلى مر العصور بتلاقي الناس إما بيميلوا للناحية دي أو للناحية دي. هقول لك على مثل، في أواخر القرن الأول الرسول يوحنا كان لسه موجود وسمع عن ناس اللي هم متأثرين بالفلسفة اليونانية قالوا إنه الجسد ده شر. الفلسفة اليونانية دايما كانت تقول كده، الجسد شر لأن دي حاجة مادية، الروح خير لأنها دي حاجة روحية. الغنوسية خصوصا هم ركزوا في الفكرة دي. برافو عليك. الفكرة الغنوسية إن المادة عموما شر بما فيها جسد الإنسان، جسد نفسه الإنسان. شر. ارتبطت الفكرة ولزقت على كل حاجة إن الجسد والمادة كلها شر. برافو عليك. وبالتالي راح كتب جزء من رسائله علشان يرد على الغنوستيك. بالظبط. فده كان وقت من الأوقات. أوقات تاني يقول لك إيه، الروح دي إحنا ما نعرفهاش والجسد ده كله خير، عكس الفكرة. الاثنين غلط، الاثنين اكستريمز. المفروض ان احنا نعرف ان ده الجسد خليقة الله والروح خليقة الله. ولما خلقنا الله روح وجسد مع بعض، مش عارفين ازاي حطوهم مع بعض، لكن قال وكان كل شيء حسن. وفي اخر مرة قال وكان كل شيء حسن جدا. نعم. كان سادس يوم بعد خليقة الإنسان. فبالتالي يعني الاثنين احنا بناخدهم اكستريمز، لكن المسيحية بتؤمن ان في موجودين الاثنين. طب ايه الأدلة؟ نمرة واحد، في أدلة اجتماعية ثقافية تاريخية. الأدلة دي على وجود الروح، يعني على وجود الروح. أشكرك. فكرة ان البشر هيعيشوا للأبد موجودة في كل المجتمعات سواء مسيحية او غير مسيحية. هقول لك على بعضها. الأستراليون الأصليين اللي هم قبل ما تدخل ليهم الحضارة الغربية، فكروا أن السماء عبارة عن جزيرة كبيرة ناحية الغرب. وبالتالي كان كل ده فكرهم. الفنلنديون فكروا أن السماء دي عبارة عن جزيرة كبيرة ناحية الشرق، مع ان دي مسافه بعيده بين استراليا وفنلندا، بين فنلندا في الشمال ولا في الجنوب. لكن هما الاثنين عندهم نفس الفكره، رغم ان هما ما فيش تلاقي كان بينهم. يعني هما الناس اللي بتتكلم عن الاصليين في البلاد دي اللي ما كانش في تواصل زي النهارده. يعني ما كانش في تواصل. المكسيكان والبريفيانز كانوا اعتقدوا في قبل برضو دخول الحضاره الغربيه ليهم انهم بعد الموت هيروحوا اما للشمس او للقمر، بس في حياه. قصدي لاحظ كلمه انهم بعد ما يموتوا هيروحوا فين، في حياه. الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين اعتقدوا أن بعد الموت أرواحهم هتنزل تصطاد الحيوانات البرية لأن دي كان عدوهم الأول. أيوة. فيبقى برضو ما زالت في خط. الجلجامش، الجلجامش دول اللي هم كانوا سكان، قصدي الجلجامش أصلا قصص خرافية. نعم. كانت موجودة في بابل اللي هي العراق دلوقتي. الجلجامش فكروا انه في حاجه بتحصل بعد البشر مهما كان، سموه شجره الحياه. نعم. ده بعد ما الانسان يموت يروح مكان راحه، زي ما كده تتخيل في الريتايرمنت، مكان الواحد يتحال فيه على المعاش وهو مرتاح وهادي جدا. الاهرامات المصريه، انا كنت هزعل منك واقول نسيت حاجه كمصري عارف ان كده. دي مقابر ويحطوا فيها الاكل جوه المقبره. مظبوط. عشان لما تروح ترجع للجسد يلحق ياكل بسرعه. يعني بالتاكيد ده مش بس كده، كانوا بيحطوا جنب الملك، هو الملك اللي كانوا بيحنطوه، بيحطوا جنب الملك خريطه لمكان الروح هتروح فين. تخيلهم طبعا. لكن الحاجه المشتركه فيهم كلهم، كل الحاجات دي، ان ايه، ان في روح. فده دليل روحي على وجود حاجه بعد الموت، حاجة موجودة في عقلية الإنسان. هنا الرسول بولس، خليني أقول لك على جزء حتى استخدمه لما بيقول إيه في أعمال 17. لأننا به نحيا، بيقول أنا جاي لكم أكلمكم عن الإله، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا. لأننا أيضا ذريته. أرتس قال كده زمان. بالضبط كده. أتاري أنه هو عايز يربط الله بوجود، يعني هو بيستخدم لغة هم يفهموها،
علشان يوصل لهم وده كان شاعر محترم عندهم ومحبوب وبيحبوا وبيحبوا الشعر بتاعه بالظبط. فاستخدم نفس النص اللي هو بيقوله به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال الشاعر هارتس يعني ما ذكرش كده. اسمه طبعا وقال لهم انا جاي اكلمكم عن المصدر لهذه الحياه بالظبط كده. وبالتالي هذا المصدر كانوا بيؤمنوا بخلود الروح يعني كل ده. برغم ان الافكار دي كلها اللي هي انا ماسك في دليل التاريخي الثقافي برغم انها كلها مختلفه لكن بيربط بينها حاجه واحده اللي هي ان في حاجه بعد الموت، مش الانسان لا ينتهي بنهايه جسده. وده يمكن يرد على الافكار الوجوديه اللي بعض الناس منها بيقولوا ان ما فيش حاجه بعد الموت ودي حاجه مش حلوه قوي. بالظبط. عموما ده سبب، ده السبب الاولاني. طب هل في اسباب في اخرى؟ في سبب تاني، في سبب علمي. اتفضل. الاطباء قالوا لنا ان في ناس بعد ما ماتوا كلينيكالي، بعد ما ماتوا ما اعرفش يعني ماتوا حسب الطب حسب الطب ماتوا رجعوا للحياه وقالوا لهم قصص. تمام. بغض النظر احنا هنبحث الموضوع ده اخي يعني في موضوع تاني لانه ده اسمه نير ديث اكسبيرينس. هنجيله ان شاء الله. بس انا كمان عندي دليل تاني لان انا قابلت واحد منهم من شهرين الاخ فيليب متياس. ايوه. كان في المستشفى هنا ومات لمده كام دقيقه. ايوه. وبعدين عملوا له صدمات كهربائيه ورجع. واول ما رجع ابتدى يحكي لنا عن السماء والكلام ده مسجل. هو دلوقتي حاليا في السماء من كام يوم. ايوه. لكن على الاقل انا يعني قعدت معاه وسمعت منه وهو بيحكي لي اكتر من مره ازاي شاف السماء. ويمكن اتكلم لما تيجي حضرتك تذكر لك على الاقل. مش بس بنسمع لكن انا قابلته شخصيا. وسمعت منه من الاسابيع اللي فاتت لما راح السماء شاف ايه. وفي ابحاث علميه يعني اللي حضرتك بتقوله ده دليل علمي علمي. لأن في أبحاث علمية موثقة على فكرة. الأبحاث دي كلها في كتب وهنعرف النظريات بتاعتها وجاية منين. لأن في طريقة تقدر تعرف الشخص ده بيكذب ولا لا. ما هو ممكن واحد يألف وفي منهم ناس ألفوا ونقدر نقول نعرف من حديثنا معاهم مين اللي بيألف ومين اللي بيقول الحقيقة. لكن دي دليل علمي على أن في حياة بعد الموت. أنا نمشي يعني أنتهز الفرصة وأقدم تعزية لكنيسة رانشو نظرا لانتقال الأخ الحبيب الأخ فيليب متياس إلى السماء من كام يوم بعد ما يعني حصل هذا الاختبار من كام شهر إن هو مات كام دقيقة ورجع تاني وحكينا عن السماء. وأنا أحكي لكم قال لنا إيه بعد شوية. لكن على الأقل بنتهز الفرصة عشان أقدم تعزية قلبية لكل شعب الكنيسة وللأسرة لأنه هو شخص كان غالي على ناس كتير وكان غالي على القناة هنا. وأنا باسم القناة والأخ صامول استفانوس وكل العاملين فيها بتوجه بالتعزية لأهل وعائلة متياس ولكنيسة رانش كلها. واثق أن هم عندهم تعزية لأن واثقين أن أخونا فليب في السماء. وأنا مبسوط أن النهاردة أنه كان عارف. أنا قلت له أن النهاردة هنتكلم عن السماء لكن هو سبقني من كام يوم راح السماء قبل ما أتكلم في هذا اللقاء. أسيس معلش قطعتك لكن خلينا نكمل. لا 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 لا. لكن دي على دليل أنا شفته وسمعته بنفسي يعني. وأنا كمان بالنيابة عن كنيسة هانجتون بيتش بقدم التعازي لنفس الكنيسة كنيسة رانشو على راجل عظيم رحل إلى السماء. لكن تعرف يا حضرة الشيخ هو دلوقتي يعرف أكتر مني أنا وأنت عن السماء. نشكره. يعني هو دلوقتي يعني شافها. دي حاجة بعيني. حلوة جدا عشان كده نفسي النهاردة نتكلم عنها لأن هو كان فرحان. آخر لقاء ليا كان معاه كان يوم الأحد بالليل. يا سلام. مسكني كده مسكني كده قال لي اقعد انا عايز اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي انا السبت بالليل نمت وكنت واثق ان دي اخر ليله ليا وودعت كل الناس. لكن حصل صراع حسيت ان في السماء بتشدني والارض بتشدني وانا لا عارف اطلع ولا عارف انزل. قول لي ايه الحكايه؟ قلت له احنا بنحبك وبنصلي من اجلك ومن اجل شفائك والسماء عايزاك. قال لي طب من فضلك كلهم يسيبوني انا عايز اروح السماء. عايز اقول ان ده اختبار حي للمؤمن اللي هو متعلق بثقه ان هو رايح السماء. هو فرحان. ايوه. مش متمسك بهذا العالم ومش خايف من الموت. انا عايز اقولها مره تانية مش خايف من الموت. في ناس انا شفتهم يرتعبوا من الموت ولما بيجي لحظه الموت بيتقلب كانه في نار قبل ما ينتقل. وشفت المنظر ده بنفسي. الاشخاص ما يعرفوش المسيح كانت حالتهم وحشه جدا وده فرق كبير يثبت ان ايماننا
الحقيقي بالمسيح ورجائنا ان احنا رايحين السماء بيغير حياتنا كلها، حتى ما نخافش من ان احنا ننتقل الى عالم افضل. وده اللي نفسي نفهمه النهارده من هذا اللقاء، اكتر منه حوار مسيحي اسلامي، اكتر منه اي حاجه، ان احنا نفهم ان السماء مكان رائع جدا لمن يؤمن ويتمتع بوعود الله حسب الكتاب. اسف بس كمل الكلام. لا ابدا ابدا. على فكره انت فكرتني بايه الرسول بولس لما الاخ فليب بيقول انه مش عارف زي الرسول بولس لما قال محصور بين الاثنين، محصور بين انطلق ولا ابقى، انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا، لكن ان الزم من اجلكم بالزبط. عشانكم وعشان خدمتكم انا مضطر ان اقعد، لكن انا نفسي يعني من جوايا، لان انا اكتشفت وعارف السماء انا نفسي بسرعه انطلق. مظبوط. ودي يعني لسان حال كتير من المؤمنين، نفسهم ينطلقوا. أيوة. مشتاقين يخرجوا من هذا الجسد التقوقع اللي هو عرابة الروح. بالزبط. عشان كده انا بسألك الروح راحت فين؟ ايوه ده خلينا نكمل في الدليل العلمي تاني. ايه تاني يثبت ان في روح وانطلقت؟ في دليل تالت حاجه بقى، دليل كتابي. نعم. وعلى فكره لما بنتكلم عن ان الكتاب حقيقه والأدلة اللي بناخدها من الكتاب، في حاجة بس صغيرة أحب ألفت يعني نظر المشاهدين ليها، إنه الكتاب المقدس حقيقة. نعم. الكتاب المقدس فيه أنا اللي بستعجب عليه أحيانا، زي ما قلت لصديق ما هواش مسيحي مرة بيقول لي طب إيه اللي عرفك إن الكتاب المقدس حقيقة؟ قلت له ده ما أسهل إنك تعرفه، ده فيه. نعم. أدلة تاريخية وأدلة من الحفريات وأدلة يعني، طب ده الكتاب بيتكلم عن تاريخ في بعض الحاجات، خد أي حاجة منها وشوف صحة الكتاب. يعني اللي بستعجب عليه إن في ناس بتصرف ملايين الدولارات علشان استمتاع وحاجات غريبة، ومش قادر يصرف ملايين الدولارات علشان يتأكد الحقيقة دي. فثالث حاجة حقيقة الكتاب. الكتاب اتكلم عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيتكلم عن وجود ان بيعرف الموت بكذا تعريف. اتفضل. الموت هو، لانه الموت بيتكلم هو عنه موت ابدي، موت روحي، موت جسدي. لكن عن الموت الجسدي بيتكلم عنه هو انفصال الروح عن الجسد. ايوه. في يعقوب أظن لما بيقول لأن خلينا أرجع ليعقوب بعد شوية، لكن في تكوين الفرق رهيب بين الإنسان والحيوان في الخليقة. لما خلق الله الإنسان في تكوين بيقول إيه؟ تكوين 2، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فيه في أنفه نسمة حياة. نسمة حياة. دي الوحيدة الفرق بين كل الخليقة وبين الإنسان. مزمور 16، لأنك لن تترك نفسي إلى الهاوية. هنا الهاوية اللي هي بالعبري شيول، الهاوية اللي هي جهنم. لن تترك نفسي إلى مكان العذاب، يعني في حاجة بيتكلم عنها كاتب المزمور. لكني دائما، مزمور 73، أمسكت بيمين اليمنى، لأنك دائما معي. مش دلوقتي بس، حتى لما أموت. برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا. قد فني لحمي وقلبي صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. أشعياء، تحيا أمواتك، تقوم الجثث، استيقظوا. متى 10 بيقول الرب يسوع، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس هو الروح لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحريم أن الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. وبعدين أخيرا متى 11 بيقول إيه، ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد، ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين. وبعدين في الآخر، في آخر الفصل بيقول برضو على لكن أقول لكم أن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين. إذن في يوم دين. ويوم الدين واضح أنه هو بيتكلم عن حاجة بعد الجسد، بعد الموت.
كل دي اللحظة اللي بينتقل فيها المؤمن من الجسد يموت الروح هو انفصال الروح عن الجسد، هو بيروح مباشرة إلى المسيح. طيب خلينا نسأل، طب والجسد هل هيتلاشى؟ هل هيضمحل؟ هل هينتهي؟ هل هيرجع تاني يجمع؟ هل هيرجع تاني يعرف الروح؟ الجسد بيجرى له ايه؟ هنا بقى سؤال برضه هايل، خلينا هنا بقى اجيب لك الجزء بتاع يعقوب، يعقوب 2 بيقول الجسد بدون روح ميت. ده تعريف الموت الكتابي، تعريف الموت الجسدي، تمام؟ وخلي بالك ان هو ده ما فيش حاجه اسمها نوم روح ولا الحاجات اللي هي بتكلم عنها بعض زي شهود يهوه وغيره. الموت هو توقف الحياه، توقف الحياه من الجسد، لكن اكتمال الحياه بالروح بس. الروح يبقى بعد الموت بلا جدال. الجسد بيتحلل، علم ده، دي فكره علميه ومظبوطه، بيتحلل وبينتهي وبيتلاشى ما عدا العظم، يعني العظم بيقعد، العظم بيقعد فترة أطول. لكن في بعض المؤمنين، خليها في ذهننا دي، ماتوا واتحرقوا الاثنين، العظم مع الجسد. في ناس رموهم للحيوانات في القرون الأولى اللي كان فيها اضطهاد للمسيحية، رموهم للحيوانات جائعة وكانوا بيلتهموا كل حاجة مع بعض. وفي العقائد الهندية والهندوسية بيحرقوا الميت حتى يبقى مجموعة كتلة تراب، بعد كده ينشروها في البحر، يعني في البحر. يعني ده شيء معروف، كريميشن، الفكرة اليهودية بالضبط، اسمها الهندية، الفكرة الهندية. كريميشن. في كمان الناس اللي كانوا بيصلبوهم، حتى كمان كانوا يصلبوهم ويسبوهم للطيور البرية تيجي تنهش أكلوا عظمهم، لحمهم وعظمهم في ناس ماتوا في حرايق، في ناس ماتوا في غرق سفن، في ناس ماتوا اتحرقوا كل اجسادهم. ازاي بتعود؟ يعني ازاي بيحصل العوده ما بين الجسد والروح مره تانية؟ يعني هنا بقى المعجزه الالهيه. الوحيد الذي لم يرى فسادا الرب يسوع، جسد الرب يسوع، جسد المسيح هو الذي لم يرى فسادا، لانه مات وبعديها بثلاث ايام بس قام. لكن المسيح أقام أموات، من كان بقى لهم ساعات، وأقام أموات كان بقى لهم أيام كتيرة لدرجة أن ريحتهم عفنت زي العازر. ما ده اللي يخليني أسألك، إيه الدليل اللي بيخليك تؤمن على قيامة الأموات؟ قيامة الأموات يعني بلا جدال هي أهم عقيدة كتابية. لو لم نؤمن بالقيامة المسيح، أنا بتكلم عن قيامة المسيح في الأول، لأن احنا سنكون مثله. تمام؟ يعني أجسادنا هتكون مثله، هو باكورة الراقدين، هو باكورة القائمين من الرقاد، واخد بالك؟ فبالتالي أنا اللي عايز أقوله هنا، دي عقيدة الكتاب اتكلم عنها وناس شافوه بعديها. وعلى فكرة من الناس اللي شافوه ناس شكوا وقالوا أنا ما أقدرش أصدق، لأنه حتى لو شفته مش هصدق. طب ايه اللي هيصدق يا ابن الحلال؟ توما، احط ايدي لازم احط ايدي عشان المس واشوف مكان الجروح. والمسيح على فكره ملاموش على كده، قال له انا يعني خليك، انا عايزك تبقى مؤمن. وجاله مخصوص علشان هو ظهر ليه هو والباقي التلاميذ وقال له تعال حط ايدك، وساعتها قال ايه؟ ربي وإلهي. فقال له ايه؟ امن انت امنت عشان شفت لا، طوبى للذين امنوا ولم يرى. يعني الايمان اقوى، ده احنا اقوى من ايمان توما، لان هو بس تلامس مع الحقيقه نفسها بالزبط. لكن هو على الاقل ساعدنا ان احنا نتاكد من قيامه المسيح بالسؤال بتاعه، يعني حتى السؤال ده كده كان سبب بركه لينا. طيب الكتاب بيذكر عدد كبير من الناس قاموا من بين الاموات. مظبوط. هل ممكن تشاركنا ببعضهم؟ أنا أكتر حالة لما أنا عرفت المسيح، أكتر حالة شدت انتباهي، أنا مخي شوية علمي، اشتغلت فترة طويلة جدا مهندس فمخي بفكر بطريقة علمية، ما بتبلعش بسهولة، مش أي حاجة بقتنع بيها. برابو. عايز حاجات تثبت لي. فأكتر حاجة لفتت نظري لعازر ده اللي هو يوحنا 11.
بيتكلم عنه، والغريب جدا انه بيجاوب على مريم ومارثا اللي هم اخواته، يعني بيجاوب عليهم بطريقه غير عاديه. حتى لما هي بتقول له طبعا انا مصدق انه هيقوم يوم القيامه، فكان حتى ردود المسيح انا هو القيامه والحياه كان واحد منهم، واحد من ردوده هنا. فبالتالي الايمان هنا مش ايمان مجرد ان انا حد قال لي حاجه، اللي احنا طوبى للذين امنوا ولم يروا اللي قالها المسيح، لكنهم طوبى لينا اللي احنا امنا، لكن امنا من خلال الكلمه. رائع. فبالتالي هي الكلمه، الوحي المقدس هو الحاجه الرائعه اللي بتخلينا نؤمن. الكلمه بتقول ان في اشخاص كثيرين قاموا، زي مثلا ابن ارمله صرفت صيدا، مظبوط، ده في العهد القديم، او ابن الشناميه، مظبوط، ده برضه في العهد القديم، مظبوط، او ابنه ييروس كان عندها حوالي 12 الجديد. سنه، مظبوط، والمسيح اقامها، او ابن ارمله نايين، مظبوط، كان شاب يمكن 20 30 سنه، صح، وهو خلاص على وشك ان هو يخش المدفن بعد ما كفنوه كل حاجه ورايحين يدفنوه، المسيح اقامه. وبعدين زي ما حضرتك بتقول الحاجه الكبيره، لعازر اللي مات بعد ما انتن أربعة أيام في القبر، وبعدين المسيح اقامه. وبعدين قيامه المسيح نفسها دي بقى هي اكبر مختلف. دليل على ان وجود قيامه. خلينا نتوجه بالسؤال ده لاخواتي المسلمين، خلينا نسالكم بكل صراحه، احنا عندنا ادله في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او في العهد الجديد بتتكلم عن ان القيامه او قيامه الاموات دي حقيقه، وكان فيها نماذج حقيقه، كل اللي قاموا ماتوا تاني، دي حقيقه، لكن على الاقل حصلت ان هو مات وقام. هل في القران في اي دليل يثبت ان في قيامه؟ يعني نفسي لو حد يقول لي انا ما عنديش اي فكره ان ما فيش ذكر للقيامه في القران في كل السور، 114 سوره بيتكلموا عن حاجات تانية لكن ما بيتكلموش ان في قيامة. ايه الدليل اللي بيساعد المسلم ان هو يؤمن ان في قيامة اذا ما كانش في اي حد قام ولا معجزات حدثت ولا في حد قام من بين الاموات؟ ايه الدليل؟ أسيس خلينا اسألك سؤال قبل ما اخد بعض المكالمات. هل هناك مستويات مختلفة في السماء؟ يعني احنا عندنا بصراحة كم سنة سماء نؤمن بيها؟ سؤال جميل. احنا بنؤمن بثلاث سماوات، نعم، بس في النهايه اقول لك انه ما فيش غير هي سما واحده. لكن ايه الثلاث سماوات دول؟ اتفضل. اول سما اللي هي اللي فيها الطيور والسحاب، نعم، هقول لك عن كل واحده ايه من الكتاب، لان احنا اتفقنا ان الكتاب ده محبي من الله، والكتاب انا بثق فيه ثقه عمياء. متى 6:26 بيقول انظروا إلى طيور السماء. إنها تزرع. بالظبط كده. فطيور السماء. يعني تزرع ولا يعني بص الطيور. بص لطيور السماء. فهنا المسيح اتكلم عن السماء كأن هي الحاجة اللي فيها الطيور أو فيها السحاب، حاجات زي كده. هي الطبقة الأولى بعد الأرض، من الأرض مباشرة. بالظبط. فبنعتبرها إن هي دي السماء الأولى. السماء الأولى أو سماء الطيور. بالظبط. ويمكن مسافتها حوالي 20 ميل تقريبا يعني. بالظبط كده. السماء الثانية اللي أعلى منها شوية اللي هي فيها الكواكب والنجوم، ومزمور 19 يقول السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يده. الفلك يخبر بعمل يديه، بمعنى انه الكواكب والنجوم والافلاك كل الحاجات دي هي دي السماء الثانيه. السماء الثالثه اللي كلمنا عنها الرسول بولس هو اللي سماها السماء الثالثه. وفي نفس الوقت خلي بالك هي ليها كذا كذا اسم، يعني اكثر من اسم واحد عشان ما نتلخبطش. فهقول لك الثلاث اسماء او الاربع اسماء. السماء الثالثه الفردوس، حضن ابراهيم. علم اللاهوت لما بيجي علم اللاهوت بيسمي بعض الأسماء مسميات منطقية، مش لازم تكون كتابية. هقول لك مثل. الثالوث الأقدس، نعم، ده موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد ومال الكتاب. لكن كلمة الثالوث الأقدس لم تذكر، لم تذكر، لكنها كلمة لاهوتية منطقية موجودة في الكتاب. لكن الكتاب مش موجودة كلمة الثالوث بس، لكن هي موجود معناها. معناها بنفس الفكرة. عن إله واحد في إله. هتبتون من كم إله؟
لا إله واحد. إله واحد بس بيعرفه الكتاب إن هو بالزبط. كينونته إيه؟ كينونته موجود بذاته بيسميه الآب. بالظبط كده. ناطق بكلماته بيسميه الإبن. حي بروحه بيسميه الروح القدس. القدس. بالظبط كده. بيقول حتى إخواننا المسلمين بيفهمونا في الحتة دي بطريقة خطيرة جدا. لا لا. إحنا نؤمن بإله واحد. إله واحد. لكن تكوينه ووحدانيته الجامعة بنعرفها بهذا التعبير. مظبوط. بس في هنا نقطة بقى، لما بنتكلم عن السماء الثالثة في اللاهوت يسموها المرحلة المتوسطة، وهقول لك بعدين ليه بيسموها المرحلة المتوسطة، لكن خليني أخد آية من الكتاب علشان تورينا أن هي السماء الثالثة وهي الفردوس. الرسول بولس بيقول إيه؟ أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. دي طريقة كتابة في القرن الأول يتكلم عن نفسه. زي لو تفتكر يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان يحبه يسوع. نعم. دي طريقة كتابة، لكن بيتكلم بدل ما يتكلم عن نفسه أنا ذهبت إلى السماء. أعرف طريقة في نوع منها تواضع. نوع من التواضع. نعم. بالضبط كده. بينكر نفسه. بينكر مش نفسه. مش بيركز على نفسه لكن بيركز على الفكرة اللي عايز يوصلها. بالزبط. مش يقول أنا لكن هو بيتكلم كده. على أساس نفهم إيه المقصود من الموضوع ده. فهو بالزبط. بيقول إنه راح. راح إلى السماء الثالثة. بيقول اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس. يعني بيستخدمها interchangeably. يعني عبارتين مترادفتين. مترادفتين. نعم. نفس المعنى. نعم. هنا أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. دي المسيح لما على الصليب اللص اللي على اليمين لما قال له يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك، كان رد المسيح اليوم تكون معي في الفردوس. نعم. دي اللي هي نفس التعبير اللي استخدمه الرسول بولس في كورنثوس الثانية صح 12. بالزبط. ان نتكلم عن الفردوس. مظبوط. طيب بس عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. ايه رايك هل ممكن نلاقي سماء رابعة؟ أنا هقول لك آية ما أعرفش حضرتك تقولها إزاي يعني. لما بيتكلم سبحيه يا سماء السماوات. يعني بيتكلم على في مزمور 148:4. فهل دي سماء السماوات يعني دي فوق الفردوس؟ لا. لا ما فيش سماء رابعة، هي سماء السماوات هو اللي في المزمور عبارة عن مبالغة. خلي بالك ده شعر. أنا مش عايز أقول كلمة مبالغة في النص لكنها كلمة أنا مش عارف حتى اسمها إيه. بالهايبربولي. يعني بيكبر بيكبر الموضوع عشان نفهمه. كناية عن الموضوع نفسه. بالضبط كده. زي ما يقول مثلا في لأن ده شعر. في الشعر أنت أحيانا بتركز على القافية وبتركز على حاجات كتير جدا لأن ده شعر عبري قصدي. سبحيه يا سماء السماوات يعني كل مكان خلق، كل مكان موجود في في الكون مش بس على الأرض، في كل مكان يسبح الله. طيب هنخش في سؤال في غاية الأهمية وعايزين نعرفه، بس هستأذنك أخذ مكالمة وبعدين أسألك عن إيه حالتنا في الفردوس لما المؤمن. طبعا مش كل الناس هتروح الفردوس، هنتكلم في الحته دي برضو مهم مين اللي يدخل ومين لا يدخل، لكن لما الناس بتروح الفردوس ايه حاله المؤمن في الفردوس. خلينا ناخد مكالمه خالص. من الاخ ابو مهند من الاردن. اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. اتفضل. محبه فائقه. رب يخليك. شكرا صموئيل والاخ عادل ملاقي. اشكرك. مداخلتي تدور ما يلي. نعم. وعدنا الله ان احبنا يسوع وصرنا مسيحيين حقيقيين واخذنا بعد الموت الى السماء ويهب كل منا تاج ملك معه في مملكه امجد من جميع ممالك العالم. نشكر ربنا. تدوم الى الابد. فحينما نفتكر في ذلك المكان المبارك ونشتاق إلى مثل تلك السعادة يكون هذا الفكر أو هذا الشعور نفس رجاءنا السماوي. وهذا هو الرجاء المسيحي، هذا الرجاء الذي هو إحدى جواهر الكتاب المقدس. هذا الرجاء يعطينا أولا يبعث فينا الاجتهاد والابتعاد عن الكسل. ثانيا يشجعنا
مكتوب في الكتاب المقدس الرجاء الذي لا يخزى. روميا 5:5. خليني أسأل حضرتك يا أخي أبو مهند، تسمح لي، أنت دايما بتسألنا، أنا النهاردة عايز أسألك بعض الأسئلة. تفضل. السؤال الأولاني، لو أطال الله في عمرك وعطالك 100 سنة بعد الوقت، هتروح فين بعد الموت؟ أنا رحت ورجعت. طب احكي لنا، أنا ما أعرفش كده يا أنا عايز أتكلم عن الموضوع ده بعد شوية لك كويس. قبل مدة. إيه اللي حصل؟ قبل مدة كنت لازم أسوي عملية. عملية شيل مرارة. وسويت العملية. العملية لازم تستغرق ساعتين. وكانت أول عملية تجرى من النوع هذا. يعني أنا وأنا نايم في غرفة العمليات طاحي يعني، وبتفرج على الدكتور وهو يسوي العملية. العملية استمرت بدال ساعتين نص ساعة. كنت نايم على الطاولة على شكل الصليب وأصلي. بعد ما انتهت العملية قال الدكتور انتهت العملية، لكن كيف تسوت العملية ما بعرف. الدكتور بحكي لي يعني بعد ساعة كنت أمشي عادي يعني من البنت، لأنه كان عندي بنت نصفي. الصبح أنا نايم في التخت في غرفة الاستيتيو يعني نايم في التخت، أجوا علي 3 أشخاص، 2 و1 في النص وجهه أبيض وكلها ضباب 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 قيم قدامي، يعني مش شايف إلا ضباب ونور. قالوا لي إيه أنت بدك تمشي معنا؟ قلت لهم طيب. طلعت معهم في هالهواء في سحاب يعني مش عارف. أنا في الطريق هو الشخص هذا النصراني بقول لي لا أنت لازم ترجع لأنه في عليك شغل ثاني. صحيت إلا الممرض قاعد بعدل في الإبرة المحطوطة في إيدي. وجه الشخص مدور زي النور، نور نور يشع منه. هل دي حلم ولا رؤية؟ المدة يعني في لها يا أخ أبو مهند، هل هو حلم ولا رؤية؟ لا رؤية. 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 طيب دلوقتي لو أطال الله في عمرك بعد كام سنة وجي الموت، هل أنت عارف رايح فين ولا مش عارف؟ بخاف من الموت. أنا ما بخاف من الموت لأن الموت فترة انتقال يعني جسر لازم نعبره. طيب هل أنت عارف رايح فين؟ إلى الحياة الأبدية. هل حضرتك عارف رايح فين؟ أنا متأكد رايح فين، لأني عارف نفسي أني أنا إنسان صالح ومؤمن بالرب يسوع المسيح. شكرا يا أخي أبو مهند لاتصالك. الرب يباركك ويدي لك دايما رجاء مبارك في أنك أنت هتروح في السماء في الوقت اللي أنت هتفارق هذا العالم. ناخد الأخت دولة من كاليفورنيا. أهلا بك. أهلا شيخ سمويل، إزيك؟ أهلا بك، تفضلي. الموضوع إحنا مستنينه من زمن يا شيخ سمويل. أشكرك. وكويس إنك أنت جبتهولنا النهاردة. إزيك يا أسيس عادل؟ أهلا يا أخت دولة. طبعا يوحنا لما قال ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على قلب بر ما أعده الله للذين يحبونه، يعني السماء دي معدة للناس اللي بيحبوا الرب. أنا عايز أعرف من الأسيس عادل، محبة الرب هي الغفران والخضوع وكل الحاجات دي؟ يعني مش بس أحب الرب، لا أجيل وأؤمن به وأغفر خطاياي أقبل غفرانه وأقبل خطوه، عشان كده السماء معدة للذين يحبونه زي ما قال يوحنا. دي حاجة. الحاجة الثانية عايز أقول لإخوتنا المسلمين، يعني الجنة بتاعتكم اللي بيروحوها بالقتل، واحد يفجر سوق عشان النهاردة هيكون مع الحريات وحيكون النهاردة في الجنة. يا ترى الفرق بين الجنة اللي بتروح بالقتل وبالحريات وإيه الجنة اللي يروح السماء يكون الرب الذين يحبونه يحب الرب؟
القتل ده اللي انت قتلته وعملته وفجرت نفسك وبهدلت الدنيا وقتلت ناس مالهاش ذنب، هل ده الرب بيحب حاجه زي كده؟ يا ريت يعني اسئله مهمه يا اخت دولت. اخت دولت عايز بس اصلح حاجه من خلال كلامك، يعني لو تسمحيني وحتى كمان بالنسبه للمشاهدين. الآية اللي حضرتك استشهدت بيها موجودة في رسالة كورنثوس الأولى وأصحاح 2، بتكلم ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما عدا الله الذين يحبونه لا تتكلم عن السماء. يعني هو الوصف حلو ممكن برضو ينطبق عليها، بس أنا قصدي أصلح المعلومة دي لناس كتيرة بتستشهد بالآية دي على أساس إن هي بتتكلم عن السماء. الآية دي بتتكلم عن صليب المسيح، يعني ان دي حاجه ما حدش كان يتخيلها ولا يتوقعها ولا تخطر على باله او يستوعبها، ان الله جاهز لينا الفداء والخلاص بهذه الطريقه، ان يجي المسيح ويتصلب. فارجو ان احنا بس نصلح المعلومه الكتابيه دي، لكن هي برضو فيها وصف جميل ان السماء حاجه ما نقدرش نتخيل يعني ان تخطر على بالنا او نفكر فيها، بس انا حبيت ان احنا نفهم النص الكتابي في كورنثوس الاولى اصحاح 2. شكرا لك يا اخت دولت، وسؤالك حلو عن الاخوه اللي بيفجروا انفسهم هنتكلم فيها بعد شويه، لكن ناخد مكالمه من الاخ شمعون من فلوريدا. قسيس صموئيل الله يبارك فيكم ويبارك في ضيفك. اهلا بيك. انا بدي اطلع عن الموضوع مكان السماء، بدي اروح لمكان ثاني، مش انا بدي اروح، الله لا يقدر. بدي اتكلم عن 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 جهنم، لانه امبارح امبارح واحد من اخواننا المسلمين سال سؤال، بلاش اقول على اي مكان، في الفضائيه المسيحيه. طبعا ربنا يسوع المسيح بيقول في الدينون للهالكين اذهبوا عني يا ملاعين الى البحيره الكبريت والنار المعده لابليس وملائكته. فهذا الاخ المسلم سال هذا الشخص، قال له انتوا في المسيحيه ماذا تعني جهنم؟ هل هي النار والكبريت؟ انا تفاجات، جاوبه وهو قسيس ما راح اقول اسمه، قال له لا، احنا الجهنم هي مش مكان، هي حال. قال له مش كبريت ونار وخشب وغاز وبنزين، نو. الخطيه اللي مات فيها هي حتعذبه، مش مكان، هي حال. انا بشكرك من اجل المداخله يا اخ شمعون، واوعدك ان قريبا جدا نتكلم عن جهنم بالتفصيل، سواء في الفكر المسيحي في الانجيل وفي العهد القديم، وازاي المسيح ركز كل كلامه عن ان جهنم دي حقيقه ماديه ملموسه فيها نار وكبريت ودود لا يموت. خلينا ناخد موضوع كامل عن الفكره دي، واشكرك من اجل اقتراحك، لكن لو عندك سؤال اخر اهلا بيك اخ شمعون. اشكرك جدا. يعني اذا يعني وعدتك تابع معانا، هنتكلم عن جهنم قريبا وبالتفصيل. خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل حوارنا عن مفهوم السماء في المسيحيه. اهلا بكم مره تانية، نستكمل حوارنا عن مفهوم السماء في المسيحيه. وواضح من كلام القسيس عادل ومن الكتاب المقدس ان السماء في ثلاث سماوات، سماء الطيور وسماء النجوم والكواكب، ثم سماء الفردوس او سماء عرش الله، وثلاث سماوات. اخواتنا المسلمين بيقولوا ان عندهم سبع سماوات، انا ما اعرفش يعني دي مبالغه، طب جايبين الكلام ده منين او ايه المصادر، أو يعني إيه اللي يثبت إن في ثلاث سماوات أو في سبع سماوات؟ إحنا بنقول بكل صراحة سماء الطيور، سماء النجوم والكواكب، والسماء الثالثة هي خارج هذا الكون المرئي اللي هو المجال الروحي اللي ممكن نقول عليه عرش الله أو الفردوس، لكن ما فيش سبع سماوات. خلينا ناخد مكالمة من الأخ عوض من كاليفورنيا. أهلا بك أخ عوض. شيخ عوض أهلا بيك. اهلا بك يا شيخ. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا، سلام لحضرتك. اهلا، مساء الخير، ازيك يا شيخ؟ انا
أولا بنعي أسرة الشيخ فليب فيليب وكل أولاده وعيلته وكنيسته وهو في السماء. نشكر ربنا. احنا بنتكلم عن السماء لان احنا واثقين ان المؤمنين الحقيقيين بيروحوا السماء، والاخ فليب دلوقتي في السماء. شكرا ليك يا حاج الشيخ، اتفضل. انا متاكد برضه من كده، ونشكر ربنا اعطانا الفرصه العظيمه دي ان احنا نكون معاه في السماء، واحنا متاكدين من كده كمسيحيين وكخدام ومؤمنين بالرب يسوع المسيح. فالموضوع مهم جدا للمؤمن وللبعيد. المؤمن محتاج زيادة توضيح، البعيد في كونفيوز، في حالة كده في خوف وخطر. ثقافتنا أثرت على الموضوع دوت، تدخلت معها ثقافات تانية. الأخت دولت تبعتني في السؤال إن في ناس بتفجر نفسها وبتقول تروح السماء، لكن كان الرسول بولس عطى إجابة كده عن السماويون والترابيون في رسالة كورنثوس الأولى 15. الإنسان الأول من 47، الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. فإحنا في السماء مختلف جدا عن الأرض، إذا كانت مشتهيات الأرض والجسد فدي في الأرض، وفي السماء موضوع تاني، ومحتاجين كلنا توضيح اكتر من سعيد ومن حضرتك للناس كتير. ممكن يكون منهم برضو مؤمنين لكن مختلطة عندهم افكار، لكن الشيء الراسخ جوه كل مؤمن ان هناك في السماء هيكون مع المسيح. اهم حاجة دي، اهم حاجة صح. التوضيح للاخرين البعيدين او المش عارفين، الترابي والسماوي، الارضيات بمشتهياتها واللي بيقدروا يحصلوا عليه سواء غلط او صح، تختلف عن السماء خالص. السماء حاجه ثانيه، وهناك افضل جدا. وفعلا بولس الرسول كان ليه اشتهاء انا انطلق، لكن كان في حاجه هنا بتحوشه شويه عشان يخدم ويكمل الرساله. فانا شايف لغايه دلوقتي الموضوع حلو. اشكرك جدا، مغطيينه وربنا يبارككم. شكرا جزيلا، مكملين معاكم. شكرا جزيلا، وفعلا معاك حق. السماء بتاعتنا ما فيهاش اكل، ما فيهاش شرب، ما فيهاش خمر، ما فيهاش زواج، ما فيهاش جنس، ما فيهاش حور عين، ما فيهاش اولاد مخلدون. السماء مختلفه. هنفهم مع القسيس عادل ايه هي السماء وايه الحاله فيها، بس بعد ما اخد مكالمه من الاخ يوسف من الينوي من شيكاغو. اهلا بيك اخ يوسف. مرحبا شيخ صموئيل. مرحب بيك. مرحبا قسيس عادل. اهلا بيك اخ يوسف. شلون صحة؟ الحمد لله. اهلا اهلا. شيخ صموئيل اذا تسمح لي قبل ما اسوي المداخله مالتي، الاسبوع الفات ما كملت الكلام مالتي، الاستاذ الدكتور جعفر الحكيم قال زواج يعني عقد نكاح يعني زواج، لا، جاء في سورة الأحزاب 35 ولما قضى زيد وطرا منها زوجناكها، ما يقول نكحناك، لا. فهذا حتى يربس كمر كرام، أنا إذا أقول هذا لأن قال لي عقد نكاح يعني زواج، لا. أما بالنسبة إلى اليوم فأريد وهذه المقالة مالتي، هناك سؤال يتكرر دائما عند كثير من الناس وهو هل هناك حياة بعد الموت؟ نعم. يقول السيد المسيح له المجد، نعم، للص الذي كان عن اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، نعم. ويقول الكتاب المقدس الإنسان مولود المرأة قليل الإيمان وشعبان قليل الأيام، نعم قليل الأيام قليل الأيام، نعم، ويبرح كبدل ولا يقف، نعم. بعدين في رسالة يعقوب إن مات رجل أفيحيا، وأيضا يقول الكتاب المقدس إن هناك حياة بعد الموت، بل إن حياة أبدية رائعة ومجيدة ما لم ترى عينا ولم تسمع أذنا ولم يخطر على بال إنسان ما عده الله للذين يحبونه. كورنثوس الأولى 2:9. دي يا أخي يوسف أنا قلتها من شوية وحضرتك ما سمعتنيش أو ما كنتش بتتابع، ملهاش علاقة بالسماء.
لا مو مش نت موجود حتى تتكلم عن شوي. ان دي حاجه اللي ما حدش يتخيل ان صليب المسيح هو يكون الوسيله لانقاذ البشريه، دي فوق تخيلات لا. البشر. شكرا، كمل كلامك. كذلك يقول السيد المسيح أتى إلى هذه الأرض ليمنحنا حياة أبدية. نعم. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، إشعياء 53:5. نعم. قيامة المسيح هو حدث تاريخي مثبت ومدون. نعم. شجع الرسول بولس كثيرا من الناس أن يتساءلوا وأن يستجيبوا هؤلاء الذين رأوا بأعينهم ولم يقدر أحد أن يناقض الحقيقة. القيامة هي حجر الأساس للإيمان المسيحي. صح. بقيامة المسيح من الأموات نحن نؤمن أيضا إننا سنقوم. تحدى الرسول بولس بعض المسيحيين الأوائل الذين لم يؤمنوا، ولكن إن كان المسيح يكرز به إنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم إنه ليس قيامة؟ فإن لم تكن قيامة أموات لا يكون المسيح قد قام، كما قال في كورنثوس الأولى 15-12-13. نعم. الموت الجسدي جاء من خلال شخص واحد فقط، لنا كلنا علاقة قرابة به ألا وهو آدم. صح. ولكن المتبنون إلى عائلة الله سيمنحون حياة جديدة من خلال إيمانهم بيسوع المسيح، ورد في كورنثوس كما سبق. نعم. وبرغم أننا كلنا سنقام ثانية لن يذهب الجميع إلى السماء، يجب على الإنسان أن يتخذ قراره خلال حياته. نعم. وبناء على هذا القرار سيحدد أين يقضي الحياة الأبدية. يقول الكتاب المقدس إنه علينا أن نموت مرة ثم الدينونة، كما ورد في عبرانيين 9:27. هؤلاء الذين آمنوا وتبرروا سيقضون حياة أبدية في السماء، بينما سيذهب غير المؤمنين إلى عذاب أبدي أو إلى الجحيم، كما ورد في متى 25:46. إن حياتنا على الأرض هي فترة اختبار وإعداد للحياة الآتية. بالنسبة للمؤمنين ستكون حياة أبدية مع الله، فكيف إذ نحصل على البر ونتمكن من الحصول على الحياة الأبدية؟ هناك طريق واحد هو الإيمان والثقة في ابن الله ألا وهو يسوع المسيح. قال الرب يسوع المسيح: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد، كما ورد في يوحنا 11:25. أشكرك جدا. شكرا يا أخي يوسف جدا على هذا العرض وعلى هذه الآيات الرائعة اللي انت ختمت بها كلامك. ناخد مكالمة من الأخت لونا من نيوجيرسي، تفضلي. سلام المسيح جناب الشيخ صموئيل. سلام المسيح لك جناب القسيس عادل. أهلا بك، ربي يبارك في خدمتكم. أحب أولا أقدم خالص التعازي لأسرة الأخ فيليب بكنيسة رانشو. مبروك عليه السماء. أمين. اللي كانت بتشده، لكن أنتم بصلواتكم كان نفسكم ان هو يكون بينكم. صح. نشكر الرب اللي انهى هذا الصراع بوجوده في سماء المجد. نشكر الرب. نشكر الرب. بخصوص موضوع عدد السماوات جناب الشيخ صموئيل، انا كنت اتمنى انه يدخل احد شيوخ المباركين. انا قلت للشيخ عزيز بس يمكن ظروفه، كان عنده اجتماع مهم يمكن. أيوة. ما لحقش يخلص، لكن هو يعني كان عارف ان احنا عايزينه نسمع عن السماوات السبع. تفضلي. بخصوص هذه السماوات السبع، عايزة أقول إن في أبحاث قام بها يعني باحثين أمناء في الميثولوجيا الفارسية، إنه الكون في الكوزمولوجي الفارسي أو علم الكون الفارسي بيقول بوجود سبع سماوات. وإحنا نعرف إن منطقة الجزيرة العربية كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية قبل الإسلام بقرون كثيرة، وبثت معتقداتها في منطقة الجزيرة. فبحسب علم الكون الفارسي الزرادشتي يوجد سبع سماوات، فالإله الخالق في الزرادشتية وهو أهورا مازدا خلق سبع سماوات طباقا ثم استوى على العرش، وده بحسب سفر بندهيس اللي هو بمثابة سفر التكوين عند الزرادشت، ودي أيضا آية قرآنية. يعني هذا الإله عمل كده كي يحفظ نفوس الزرادشتيين المقدسين الذين ماتوا على الأرض في هذه الطبقات السبعة كل بحسب تقواه.
ثم أغلق على نفوس المقدسين بطبقة السماء التي نراها وتسمى في الفارسية بسقف الاستحكام أو السقف المحفوظ، وهو ما ذكره القرآن في سورة الأنبياء 32: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. وسبب هذه التسمية أن أهورا مازدا وضع حراس على السقف المحفوظ وهم النجوم حتى يقومون بحراسة طبقات السماء الداخلية من محاولة دخول الشياطين والهجوم على نفوس المقدسين الزرادشتيين، فإذا اقتربت الشياطين من السقف المحفوظ ترجمها النجوم، وهو ما نجده أيضا في القرآن في سورة الملك 5: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كما سمى أيضا محمد طبقات السماء الداخلية التي تحوي نفوس المقدسين بالبيت المعمور. في يوم سأل أصحابه: هل تدرون ما هو البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو مسجد في السماء يصلي فيه في اليوم الواحد 70,000 ملاك. كما جعل محمد مؤذن لأهل السماء، ورد في كتاب العظمة لابن حيان الأصبهاني في جزء 3 وصفحة 1046: بلغنا أن إسرافيل مؤذن أهل السماء يؤذن 12 ساعة في النهار و12 ساعة في الليل، وكل ساعة تأذين يسمع تأذينه من في السماوات. يعني في أذان يعني في أذان في السماء يعني؟ في إيه أسف يا شيخ سمويل؟ بتقولي بيؤذن في السماء؟ مؤذن، والمؤذن هو الملاك إسرافيل. طب هنا اللي بيؤذن عشان الناس تصلي. وده موثق، يعني كأن المقدسين اللي موجودين في البيت المعمور يعني في طبقات السماء الداخلية بيصلوا، ونعرف ان التأذين عشان تنبيه الناس يروحوا لرب يصلوا. لكن لو كانوا هم اوريدي عايشين في السماء، يعني ايه الداعي ان هم يتنبهوا الى هذا؟ ده سؤال مهم. يعني احنا محتاجين نفهم الفرق الكبير ما بين اللي احنا بنؤمن بيه السماوية بين كل طبقة وطبقة مسيرة 500 عام، وبحسب الكوزمولوجي الفارسي أيضا الزرقة التي نراها في السماء هي بحر كبير في السماء بتغلي أمواجه بواسطة ملائكة، فتتكون غيوم كثيفة وينزل المطر على الأرض، وهو ما يسميه القرآن في سورة الطور بالبحر المسجور، حيث تقول الآيات من 4-6 في سورة الطور: والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وده نفسه هو الترتيب الكوني الفارسي، حيث طبقات السماء السبعة التي تحوي داخلها نفوس المقدسين الزرادشتيين، يليها سقف الاستحكام أو السقف المحفوظ، يليها البحر المسجور. ولما نروح لتفسير الطبري وتفسير ابن كثير لسورة الطور نجد أن البحر المسجور هو بحر في السماء تغلي أمواجه، وهو الذي ينزل منه الله المطر على الأرض. نقطة أخيرة، أن الشيطان لما الإله أهورا مازدا قفل على نفوس المقدسين بالسقف المحفوظ ووقف النجوم حراس عشان ترجم الشياطين لو قربت، اتغاظ الشيطان فهز الارض هزه عنيفه فمالت بكل من فيها، فالقى اهورا مازدا الرواسي اي الجبال من السماء السبعه الى الارض عشان تتسند عليها ولا تميل بالناس. وده نفسه نص سوره لقمان 10: الذي رفع السماوات بدون عمد ترونها والقى في الارض رواسي. ومن هنا جت فكره الاعتقاد بان الارض مسطحه، وكفر ابن تيمية وغيره كل من يقولون بكروية الأرض. نعم. عاوز أقدم لحضرتك أبيات شعرية من الشعر الجاهلي لأمية بن أبي الصلت ابن عمة محمد رسول الإسلام، تحتوي على عدة آيات قرآنية خاصة بالسماء أو بالسماوات، وانتقلت إلى القرآن، وتقول: رب السماوات وكل أرض، ورب الراسيات من الجبال، بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد ترونها ولا رجال، وسواها وزينها بمصابيح من الشمس المضيئة والهلال، وشهب تتلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال. فعاوز أقول لأحبائنا المسلمين يا ريت نقرأ
وندرس في كتب الميثولوجيا الفارسيه. شكرا. وده هيساعدنا على فهم كثير من شكرا. الجذور لايات احنا بننتسب ليها شكرا يا دون اخت لونا ان نعرف المعنى الحقيقي ليها. شكرا جزيلا للمداخله وللعرض، وده اللي بيخلينا اقول خلينا نفكر، يعني هي دعوه اكتر منها اي شيء للتفكير الهادي والمنطقي. هل الكون فيه ثلاث سماوات ولا فيه سبع سماوات؟ سماء الطيور عندنا وسماء النجوم والكواكب، ثم السماء الروحية أو الفردوس أو عرش الله أو سماء السماوات زي ما بنسميها. إخواتنا المسلمين بيقولوا سبع سماوات، وسمعنا الخلفية للكلام ده، وأنا كان نفسي يكون معنا حد من الشيوخ يقدر يشرح لنا أكتر أو يوضح لنا، لكن يمكن مرات جاية. خلينا ناخد مكالمة من أريزونا. الأخ حجي من أريزونا، تفضل. السلام عليكم أخي عزيز. أهلا وسهلا، تفضل. تحياتي لك ولضيفك الكريم. شكرا. أهلا أخي. أهلا بك أخي العزيز. أني انضرب الطلقة براسي بالعراق، وهاي الطلقة يعني أنا بها فارقت الحياة. أوكي، لحد الآن يعني أنا فاقد النظر والشم والذوق، بس بتاريخ الضربة يعني بالألفين وستة يعني روحي طلعت من جسمي، يعني مثل ما تقول عشت حياة الموت. يعني اختبرت لحظة الموت. عشت هاي اللحظة اللي قبل قليل انت والاخ الكريم يعني كنتوا تتحدثون على انه الواحد شلون يموت. نعم. وشلون فاني طلعت روحي من صدري. نعم. يعني بحيث انه اني مرمي بالسياره، كنت في سيارتي، فمرمي بالسياره مالتي، اشوف نفسي يعني اشوف الجسد مالي شلون مرمي بالسياره، وشلون الدم مالي يسيل يعني من راسي ومن منطقة يعني عيوني والأنف، ويعني الرصاصة اللي مضروبها أنا. فراحت روحي يعني طارت بالهواء، عبارة عن يعني شلون أمثل لك إياها، شيء شفاف يعني الروح شفافة. نعم. يعني شلون الزجاج تقدر تباوع من خلاله، يعني روحك طلعت من جسدك وانت شفت الجسد وشفت الحادثة كأنك مهيمن كده او بتبص عليها من فوق. اني فوق يعني روحي فوق، اباوع على نفسي انه اني يعني السيارة بالارض واني فوقها. نعم. اباوع شلون بالسيارة اني مرمي، وشلون شلون الدم مالتي يسيل، وانا شلون يعني ميت بالسيارة. فراحت روحي للبيت يعني بيت اهلي، فوالدي كان يصلي بوقتها ووالدتي، وعندي طفل صغير عمره 9 أشهر. فأجيت أحكي يعني أتكلم مع أهلي ما حد يسمعني. بعدين روحي رجعت للمكان اللي أنا انضربت به، يعني هذا كله أنا طاير بالهواء. فدخلت مباشرة يعني بالجسد مالتي يعني من خلال صدري، فصارت عندي شلون النفضة، يعني واحد شلون مني يفز من النوم مالته رعبه، يعني هل خفه صارت عندي، خفه بجسدي كلش قويه، واخذت نفس الى ما يعني لحد الان. انا هنا بامريكا سوت 45 عمليه براسي. اي دكتور اللي يشوف وضعيتي عن طريق الاشعه يعني يقول لي انت لو مو قدامي مستحيل. يعني انت دلوقتي عايش بمعجزه الهيه، صح؟ معجزه الهيه يعني، حتى الطب في امريكا مش قادر يصدق اللي حصل معاك، صح؟ الدكاتره اللي يشوفون الاشعه مالتي يقول لو مو انت قدامي واشوفك بعيني مستحيل اقول هذا الشخص يعني يشتم الهواء وحي. طيب خليني اسالك دلوقتي، انت مستعد للنهايه؟ يعني لو جات لحظه الموت الحقيقيه وانتقلت من هذا العالم، هل انت مستعد؟ والله الحمد لله، يعني فضل الله انه انا رجل مستقيم. هل عارف رايح فين يا اخ حكي؟ والله رايح الى حساب. طيب يعني عارف ايه نتيجه الحساب بتاعك؟ اعرف اكو حساب يعني عن خلال الدين مالتي والقرآن،
انه اكو حساب للاعمال الصالحه وللاعمال السيئه واكو ميزان وربك رحيم. انا بشكرك من اجل المكالمه الحلوه ومن اجل صراحتك، بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه دلوقتي. اسمعني يا اخ حكي، يا اخ حكي معايا، تسمح لي اسالك سؤال؟ المسيح جه مخصوص الى هذا العالم عشان يموت، عشان يفدينا من كل خطية ويدفع ثمن خطايانا، وتبقى بعد كده أعمالنا الصالحة ليها بركة لينا، لكن لا تصلح لغفران الخطايا. لو أنت قبلت ما فعل الله في المسيح من أجلك وأن هو مات حتى يخلصك، تنتقل من الموت الروحي إلى الحياة الروحية، وتعرف أكيد 100% أنت رايح فين لو انتقلت من هذا العالم. هل بتؤمن أو تقبل المسيح اللي مات بدالك؟ أنا أؤمن أخي العزيز، أؤمن أنه المسيح نبي، بس عندي سؤال أخي العزيز، تسمح لي أسألك سؤال؟ تفضل. أوكي، بارك الله بك. عندي يعني سؤالي هو استفسار. تفضل. الاستفسار كالآتي، نبي الله عيسى عليه السلام، هل هو من أولاد إبراهيم؟ هذا أولا. والشطر الثاني من السؤال، هل النبي نبي الله عيسى عليه السلام هل هو الرب، يعني معبود، رب خالق للسماوات والأرض؟ أنا بشكرك من أجل سؤالك، وأنا هدي لك إجابة مختصرة، لكن لو سمحت لي أخذ تليفونك من الكنترول روم وأكمل معاك بعد الحلقة أنا أكون سعيد. عايز أقول لك باختصار، المسيح نبي ورسول، لكن هو أهم حاجة لازم تعرفها أنه هو كلمة الله. المسيح كلمة الله صار جسدا، الكلمة صار جسدا، المسيح كلمة الله الذي صار جسدا، جه وقت ومات عشان يقدم نفسه فدية وكفارة عن كل البشر. بس لمن يؤمن يستفيد، اللي يقبل ويعرف موت المسيح الكفاري يستفيد 100%، وانت واحد منهم. اذا ربنا اعطالك عمر وما زلت باقي على هذه الدنيا وفي هذه الحياة، امامك فرصة لكي تعرف وتدرس وتقرأ، وانا ما عنديش مانع ان انا اشرح لك اكتر، لكن بقول لك فعلا انا بشكرك من اجل المداخلة، بس عايز تضمن حياتك الأبدية وتروح السماء اللي احنا بنتكلم عنها. ربنا يساعدك تبحث وتفكر وتعرف وتقبل وتآمن بما فعل المسيح من أجل خلاص البشرية. بتوافقني يا أخ حقي؟ أخي العزيز، إذا تكلمني بعد البرنامج أكون ممنون منك. وأنا بشكرك من أجل أن أنت تسمح لي بهذه المكالمة، وسنتواصل بإذن الله. شكرا لاتصالك بالبرنامج ومتابعتك لينا. خليك معنا عشان تسمع من الأسيس عادل إيه اللي بيحصل للإنسان لما يروح الفردوس، وكمان نفسي أسمع تعليق على الحاجات اللي احنا بنسمعها، ناس ماتوا ورجعوا تاني. بس تفضل حضرتك قول لنا إيه حالة الفردوس. تفضل يا أسيس. هنتكلم طبعا بالتفصيل عن الحالات اللي حصلت لناس وإنهم ماتوا ورجعوا تاني للحياة. واضح إن هو شبيه جدا حالات كتير جدا درست واتألفت كتب فيها. الأخ حكي، أيوة، يعني بلا جدال اللي هو بيسموها من قرب ومن بعد كمان. نعم. يعني هو بينطبق عليه حالة. نعم. موجودة اللي هي near death. نعم. experience. نعم. لكن خلينا نتكلم زي ما حضرتك قلت في الأول، خلينا نعرف إيه هو الفردوس. نعم. زي ما قلت لحضرتك، في علم اللاهوت بنسميه المرحلة المتوسطة intermediate state. السماء المتوسطة بيسموها بعض الأحيان سماء متوسطة، سماء الثالثة، السماء الفردوس، اللي هي قال عنها الرب يسوع للص على اليمين اليوم. اليوم تكون معي في الفردوس. في الفردوس. المسيح دايما بيستخدم العبارة دي. وكمان في مثل الغني والعازر قال في حضن إبراهيم. نعم. فما هواش حضن فعلي، لكنها كوجود إبراهيم، لأن كل الناس في القرن الأول كانوا مؤمنين أن إبراهيم مع الله. نعم. فكان عشان يوريهم
أن الصورة الحقيقية لمن يموت في المسيح هو يكون في حضن إبراهيم، يعني مع إبراهيم. هتكلم في ثلاث حاجات ذكروا عن المرحلة المتوسطة، ثلاث أجزاء في الكتاب مهمين جدا. الجزء الأولاني بيتكلم عنه الرسول بولس في تسالونيكي الأولى لما بيقول في أصحاح 4: لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، راقدين الأموات، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. بتكلم عن القيامة الجسدية في الحتة دي، لكنه قبل القيامة الجسدية اللي هي السماء الثالثة. لأن الرب نفسه ينزل من السماء الفردوس بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح يقومون أمولا. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معه في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هنا الرسول بولس بيتكلم عن الراقدون في المسيح، الراقدون لم يفقدوا، لم يموتوا، لم ينتهوا بعد موتهم. الراقدين في المسيح هيقوموا أولا لو احنا كنا لسه عايشين. التركيز هنا على الموقف الحالي للمسيحيين اللي عايشين في السماء، اللي عايشين في الفردوس، انهم هيقوموا أولا. هينضم الجسد إلى الروح. معلوماتنا الكتابية على المرحلة المتوسطة بتثبت صحة الكلام ده، إن الإنسان لا ينتهي بعد موته، وإن دي مرحلة متوسطة. يعني هل في إمكانية إن يكون في تواصل بين الناس اللي طلعوا والناس الموجودين تحت؟ هنا بقى الناس بتسأل السؤال ده. أنا نفسي أستأذنك بس أخذ مكالمة من الأخ إبراهيم ونتكلم عن إيه التواصل ما بين الناس اللي سبقونا وطلعوا فوق وبين الناس اللي على الأرض. أخ إبراهيم اتفضل. صباح الخير على السيس. أهلا بك. صباح الخير على الشيخ. أهلا بك. أنا بشكر يعني حضرة الشيخ في أنه يعني جاب لنا الحلقة دي النهاردة. ونحن بنودع إنسان عظيم، يعني مش بعزة بس الكنيسة، بعزة أي إنسان احتك بيه ولو لمرة واحدة. نعم. إنسان عظيم في حبه، في تواضعه، في أخلاقياته، في كل شيء. وإحنا واثقين تماما أنه هو بالسماء، واثقين تماما أن كل أسرة معزية، كان يعني بيفرق علينا فراقه الجسدي. نعم. لكن ده هيفضل في الذاكرة إلى آخر العمر يعني. نعم. ونشكرك كتير أوي على الحلقة دي. شكرا يا أخي إبراهيم. شكرا لتشجيعك. ناخد الأخ أسامة شرف. أخ أسامة زي الصحة من أصميل. أهلا بيك. أنا سميت اسمي سام بعد ما أمنت بالمسيح وأعلنت إيماني من سنتين تبركا باسمك صموئيل. شكرك. الله يخليك. بس كومنت صغير على أبناء إبراهيم، أولاد إبراهيم. يعني ياريت في كل مرة حضرتك تفكر الناس كلمة أولاد مش معناها أولاد الولد، وإنما ذرية إبراهيم، علشان نشمل النساء وكما الرجال من ذرية إبراهيم. وأتمنى في حلقات قادمة إن يبقى من ضيوفك يعني هلو سمعك تفضل أخو سامي. أيوة، إن يكون من ضيوفك سيدات، علشان يبقى دوت الفرق الواضح بين الإسلام والمسيحية في وضع المرأة. من ناحية سؤالك عن القيامة في القرآن، لا، موجود في القرآن كتير من الذكر للقيامة والتحياء بعد الموت، بدءا بتساؤل إبراهيم لله كيف يقيم الموتى وتقطيع الطيور ونشر قطعها على قمم الجبال، ثم تأتي لإبراهيم حية طائرة حين ناداها. كذلك القيامة وإحياء الموتى حقيقة أقر بها القرآن على يد يسوع المسيح. كتير من آيات القرآن بتتكلم على الموت والقيامة، ومنها أتيناكم ثم إليها نعيدكم ثم إلينا ترجعون. لا، في حالة موت وقيامة يا أخي أسامة، في حالة موت وقيامة في القرآن. يعني أنا قلت الكلام ده بعد ما ذكرت إن في حالات قيامة حدثت في العهد القديم، حالات قيامة حدثت في العهد الجديد، وبعدين أكبر حاجة قيامة المسيح نفسه. هل في حالات موت وقيامة في القرآن؟ أيوة، ذكر
ذكر المعجزات على يد يسوع المسيح انه اقام الموتى. ان المسيح اقام الموتى صح. صح صح كلامك موجوده. لا وفي حاجات لا صح كلامك. اقرار للعهد القديم في قيام الموتى موجوده. بس النقطة اللي بيفتقدها جميع المسلمين، أنا كخلفية مسلمة نعم. ويعني عميق في التعليم اللاهوتية في الإسلام، أقول لك إن في فرق واضح جدا كبير جدا يعني ما بين المسيحية من جهة وبين الإسلام واليهودية من جهة أخرى. إن المسيحية في حقيقة أساسية أو primal كونسبت اللي هو يعني حاجه جذريه ومتاصله هي المحبه وهو امر احبوا اعداءكم. اشكرك شكرا اخي اسامه جدا من اجل المداخله، وبقالنا مده ما سمعناش صوتك، كويس طمنا عليك، وكويس ان انت اعطيتنا المعلومه ان القران بيستشهد بما فعل المسيح من معجزات. قدس ابونا شنوده الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك، اهلا وسهلا. انا من بدري وانا منتظر مكالمه حضرتك ونفسي اسمع منك عن السماء. لا لا والحقيقه انا معظم الحلقه للاسف فاتتني، لكن انا بحيي حضرتك القس عادل. اهلا بيك يا ابونا. كل المتكلمين انا ما اعرفش ايه اللي اتقال، لكن انا هقول بسرعه كده يعني شويه حقائق. اتفضل. اول حقيقه ان الانسان مخلوق سماوي. نعم. لانه الفرق بينه وبين كل الخليقة الأخرى أنه لا يموت بل يتغير، ودي بنقولها في أوشية الراقدين: لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. والسبب في كده أنه خلقة الله للإنسان كانت مختلفة تماما عن خلقته لكل الخليقة والأجرام السماوية. قال ليكن نور فكان نور، لتثبت أعشاب أسماك كله، لكن الإنسان نفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية لا تموت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن السماء بالنسبة لنا هي الوطن الأبدي والذي يتطلع إليه كل إنسان، وأن الحبة اللي احنا قاعدينهم على الأرض دول طالوا أو قصروا دي فترة مؤقتة، ولكن الحياة الأبدية هي في السماء. هل في صلة بيننا وبين في السماء؟ طبعا احنا شفنا يعقوب في تكوين 28 شاف حلم سلم منصوبة من الارض ورأسها في السماء والملائكة طلعة ونازلة من عليها، ودي فسرها الاباء انها طلعة بالطلبات ونازلة باستجابة الطلبات والرب على رأس هذا السلم، فقال ما هذا الا بيت الله وهذا هو باب السماء. وأول ما وندر أنه لو رجع للأرض دي هيبني هنا بيت، وبعد 23 سنة رجع وبنى أول كنيسة في العهد القديم وسميت بيت إيل أي بيت الله. نعم. النقطة الثالثة أنه السماء زي ما قال بالضبط في تكوين 28 السيد المسيح لما قابل نصنائيل أكد الحقيقة دي وقال الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. السماء أغلقت في وجه الإنسان بعد الخطية، لكنها تعود وتفتح أمام الإنسان مرة ثانية بعمل المسيح الخلاصي. كان نقطة أن كل رجعنا في السماء. نعم. إحنا علاقتنا بالسماء قوية جدا، لدرجة أن السيد المسيح لما علمنا أن احنا نصلي قال أما أنتم فمتى صليتم فاطلبوا هكذا وقولوا أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي في السماوات. إذن في أب لنا في السماوات، احنا بنكلمه، احنا موجودين على الأرض ولكن لنا صلة دائمة بالسماء. حتى الصدقة مش بس الصلاة، الصدقة قال في متى 6:19-20 لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بنكنز لكم كنوزا في السماء. في السماء، فكأن كل واحد فينا عنده دفتر توفير في السماء، طبعا حاجة معنوية مش مادية. نعم. السماء زي ما أقول دلوقتي فاش كل الماديات دي خالص. نعم. نهائيا. نعم. أحلى من كده وكده أنه كل مرة بنقف قدام ربنا علشان نصلي نحسب كأننا وقفونا في السماء. بنقول في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية عندما نقف إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا واقفون في السماء. نعم. يا ولدة الآن باب السماء افتح لنا باب الرحمة. كلمة السماء طبعا حاجة سامية جدا،
طبيعة السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، أكيد أنت قلت الحكاية دي وأنا قبل ما أدخل يعني، ولكن يكونون كملائكة الله. ودي لما حبوا ليصطادوا المسيح في الست اللي اتجوزت سبع هتبقى مرات مين، ما فيش حاجة اسمها جواز في السماء، لأن إحنا لا هنزيد ولا هننقص. صح. عملية الزواج اللي ربنا سمح بيها زي ما قلنا الأسبوع اللي فات لآدم وحواء في تأسيس سر الزيجة، باركهم الرب الإله وقال أنمي وكثر أملاء الأرض وتسلط على كل اللي فيها، ده كان في الفردوس. بس احنا مش هنرجع في الفردوس، انا اقول الكلمة دي تاني. اللي موجودين في الفردوس دلوقتي هي اجساد روحانية خرجت من الجسد. اسف تاني، أرواح. هي ارواح بدون أرواح. اجساد خرجت من الجسد. الجسد موجود على الارض ومدفون. ولما بنيجي ندفنه نقول له انت يا ادم من تراب والى تراب تعود. اللي موجودين في الفردوس دلوقتي هي الارواح فقط. وعشان كده لما اللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، المسيح صححه له قال له اليوم تكون معي في الفردوس. طب بعد ما جئ المسيح الثاني لا نتنقل للملكوت. اذا الفردوس في ايماننا هو مكان انتظار الابرار وليس المكان الابدي للحياه الابديه. اللي موجودين في الفردوس ارواح بدون اجساد فقط. والدليل على كده ان المسيح نزل الى الجحيم من قبل الصليب واخذ ارواح الراقدين على رجاء القيامه من ادم لغايه اخر واحد مات على رجاء القيامه قبل الصليب قبل الفداء، وفتح باب الفردوس ودخلهم ودخل معاهم. ودي حاجه عجيبه، دخل معاهم لكن مش عجيبه على ربنا، دخل معاهم اللص اليمين زي ما وعده وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. حكاية ان السماء بقى فيها زمن، لا ما فيهاش زمن، فيها نور وضلمة ما فيهاش، فيها ليل ونهار ما فيهاش، فيها اكل ما فيهاش، فيها تزوج ذكر وانثى ما فيهاش، ده ربنا نفسه قال. بس فيها نور على طول كملائكة الله. طبعا لما هنقرأ سفر الرؤية هنقول ما فيش نور شمس ولا حاجة، لان المسيح هو ايه؟ هو نور. نور. نعم. هو نور السماء. في يوحنا 5 المسيح اتكلم عن موتين وحياتين. ايوه. هل تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع فيها صوت والذين يسمعون يحيون. نعم. دي هنا اللي هيسمع صوت ربنا هنا هيتنقل من الموت إلى الحياة بالإيمان بالمسيح. نعم. وبخلاص المسيح. الموت الثاني الحياة الثانية قال ستأتي ساعة، ما قالش بقى وهي الآن، يسمع فيها كل من في القبور صوته فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. إذن في قيامة للحياة، قيامة الدينونة. فاللي في الفردوس النهاردة مش هيفضلوا في الفردوس، ده هيلبسوا أجساد روحانية. يعني احنا النهارده اللي موجودين في الفردوس ارواح، لكن اللي هيروحوا الملكوت هي ارواح هتلبس الاجساد التي جاهدت على الارض. طبعا واحد يقول لي طب اللي السمك اكله، طب اللي اتحرق، طب اللي مات، طب اللي عمل له كريميشن. صح. ارد ببساطه واقول له المسيح الذي اقام العازر بعد ان فسد جسده قادر ان يعيد الى كل روح جسدها، او يعيد الجسد الى روحه التي جاهدت وتعبت وصامت وصلت، انه مش فير ان احنا نبقى ارواح بس، لكن هناخد طبيعه تتفق مع طبيعه السماء. يعني ما اعتقدش ان يبقى عندنا مثلا معده محتاجين ناكل ولا جهاز للتزوج ولا الحاجات دي، لكن هيكون عندنا عينين، يكون عندنا ودان، طبيعه اخرى الله قادر ان يعطيها لنا. نزرع في فساد ونقام في عدم فساد، نزرع جسما حيوانيا ونقوم جسما روحانيا مش روحا. نعم. ودي نقراها في كورنثوس ودي واضحه جدا. بس حته تعليق بس على كلام حضرتك قسيس عادل على موضوع ما قال انه مثل ابراهيم والعذر والغني، لا ده مش مثل، ده قصه. قصه حقيقيه. نعم. لان المسيح ذكر اسماء فيها. نعم.
ذكر إبراهيم وذكر لعازر، ولم يذكر الغني فالغني ده لأنه كده. إبراهيم يعلم إن عندهم موسى والأنبياء، إذن اللي موجودين في السماء عارفين بأخبارنا، واللي موجودين في السماء بيشفعوا فينا بيصلونا. أيوة، ما هي الشفاعة كفارية زي شفاعة المسيح، لكنهم بيصلوا عننا. لأن مش معقول مثلا ناجح هقول لحضرة القسيس عادل أو لحضرة الشيخ صموئيل صلي لي ودعي لي عشان أنا في حاجة محتاج لكذا كذا كذا، وإحنا على الأرض، وبعدين بعد عمر طويل لما يطلعوا السماء وقول له افتكرني قدام ربنا، هي ربنا يقول له لا مالكش دعوه بيهم خلاص انت بقيت في السماء. يعني هل هم بيحسوا بينا يا ابونا يعني؟ اه طبعا عارفيننا، عارفين اخبارنا. ازاي ابراهيم عرف وقال عندهم موسى والانبياء؟ نعم. كيف علم ابراهيم ان عندهم موسى وبين، طبعا ابراهيم قبل موسى بمئات السنين. نعم. بمئات السنين. اذا السماء هي يعني أملنا، لا رجاءنا الأبدي، وأننا مواطنون سماويون، اللي في مصر واللي في ليبيا واللي في كندا واللي في الصين واللي في أي مكان، دي كلها دي أوطان مؤقتة هنخلعها كلها، هنسيبها كلنا وهنطلع إلى وطننا السماوي. طب الناس اللي في الجحيم دلوقتي هل هتروح إلى النار الأبدية زي ما قلنا إلى قيامة الإيه؟ قيامة الدينونة. هنعمل مرة مخصوص يا ابونا عن الجهنم، وأنا حابب برضو حضرتك تكون معانا، وأنا بشكرك جدا من أجل ما أضفته لينا النهاردة، لكن كان نفسي عندي تساؤلات كتيرة لقدسك، لكن الوقت جري مننا وأنا بعتذر، لكن في نفس الوقت شكرا من أجل أن أنت عطيتنا الوقت ده والمشاركة الحلوة بتاعت حضرتك. أسيس خلينا بعجالة، يعني إيه اللي بيحصل للناس اللي ماتوا وطلعوا السماء، وهل في تواصل بيننا وبينهم، وهل بيشوفونا وبيسمعونا واحنا بنسمعهم ولا لا؟ لان الموضوع كبير باختصار انا امسك بس الجزء ده، وهم بيعملوا ايه ده ممكن في حلقه تاني لو تحب، لان ده جزء يعني طبعا انا هقول لك رايي، يعني انا بقولها بتواضع مش بكبرياء، انا درست هنا في الغرب، هقول لك آراء اللاهوتيين الغربيين. اتفضل. ما عنديش فكره عن اللاهوتيين طبعا في الشرق او في الكنيسه الارثوذكسيه. لما المسيح قال المثل بتاع الغني ولعازر، لما قال عن موسى والانبياء كان يقصد الكتاب المقدس الحقيقه، كلمه الله. يعني عندهم موسى والانبياء، احنا عندنا الكلمه الحيه المقدسه اللي تستطيع ان ترشدنا إلى السماء الحقيقي. دلوقتي بس أحب أعرف تعريفين قبل ما نقول هل هم بيتواصلوا معانا ولا لا، اللي هم الأموات اللي موجودين في الفردوس. التعريف الأولاني الكنيسة المنتصرة. الكنيسة المنتصرة هي الكنيسة اللي جهدت على الأرض وانتصروا، والآن مع المسيح بينتظروا القيامة الجسدية زي ما قال أبونا شنودة، هم أرواح بس دلوقتي. عبرانيين 12 22 23 بيقول بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، شايف بتكلم عن اللي ماتوا، وإلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح الأبكار مكملين. الكنيسة الثانية الكنيسة المجاهدة، الكنيسة اللي على الأرض، مجموعة المؤمنين اللي جاهدوا الآن على الأرض، اللي بيجاهدوا الآن. تيموثاوس الأولى 6 جاهد جهاد الإيمان الحسن، وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. وتيموثاوس الثانية قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. باختصار الكنيسة المنتصرة هي الكنيسة اللي انتصرت في العالم وتحيا الآن مع المسيح في الفردوس. الكنيسة المجاهدة هي التي ما زالت تجاهد على الآن على الأرض. أدخل لسؤالك بقى، هل في اتصال بين الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة، الكنيسة اللي انتصرت والكنيسة المجاهدة؟ في آراء كتير جدا، وكلهم تحت البيل اوف أورثودوكسي، تحت الـ 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 الفكر المسيحي المستقيم.
الفكر المسيحي السليم كلهم. لكن هقول لك أنا بميل لإيه. المؤمنين على الأرض لما بيسلموا حياتهم للمسيح كسيد ومخلص هم يأتوا إلى أورشليم السماوية اللي بيملك عليها المسيح. يعني المسيح بيصير ملك على الناس علينا روحيا لما قالها أنا معكم كل الأيام، فهو معنا روحيا. والكنيسة المنتصرة هو برضو بيملك عليها، الملائكة اللي في السماء هو بيملك عليهم، يبقى آلاف الملائكة بتحتوي هذا الملكوت الحالي. يعني إحنا منضمين إلى المملكة اللي فيها الكنيسة المنتصرة، الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة الاثنين في نفس الملكوت. خلي بالك لما بيقول إيه، أتيتم إلى ديان الجميع، إلى أرواح أبرار مكملين، إلى وسيط العهد الجديد يسوع. لكن لخلينا نلاحظ، هل في تواصل مباشر بين أعضاء الكنيسة المجاهدة وأعضاء الكنيسة المنتصرة؟ هل إحنا كأعضاء الكنيسة الكنيستين، هل الكنيستين بيوجد فيهم اتحاد؟ طبعا بالتأكيد، هما الاثنين لهم أب واحد، هما الاثنين لهم روح واحد، الروح القدس، خلاص واحد، من فادي واحد الرب يسوع المسيح. والمحبة اللي بتربطنا بتفضل بتبقى دائما هي المحبة المستمرة بيننا وبين الكنيستين، بين القديسين اللي سبقونا. أنا بستخدم كلمة قديس أو قديسين اللي هي في العهد الجديد اللي هي عن المؤمنين بالمسيح. بنحاول في سباقنا في الحياة هنا في الكنيسة المجاهدة إن إحنا نجري في السباق علشان نجاهد الجهاد الحسن. إحنا بنشعر بالاتحاد معهم، بنذكرهم هل في اتحاد عظيم بيننا؟ ياه مظبوط. شاف كام واحد اتكلم، وانت كمان حضرتك ذكرت وانا ذكرت الاخ فيليب اللي توفى، احنا بنذكره، فاحنا في اتحاد معاه، وهو ده الرباط بيننا. لكن هل في كلام بيننا؟ هل هم بيشوفونا؟ انا اشك في ذلك. كلمة شهود اللي استخدمت في العبرانيين هي شهود الكلمة اللي قالوا واستشهدوا بالمسيح، وقالوا هم بيشهدوا عن الكلمة. ده بيقودنا لسؤال مهم جدا الناس بتسأله، طب المؤمنين لما طلعوا السماء بيعملوا ايه؟ ايه الحاجة اللي بيعملوها وهم في السماء؟ وهل ممكن تدينا فكرة عن ايه هي الحالة الروحية في السماء؟ الحالة الروحية اللي في السماء ناس مشتاقين جدا إلينا، ومشتاقين جدا أن أجسادهم ترجع ليهم، لأن دي الكمال. زي ما قال أبونا، إحنا خلقنا كاملين لكننا الآن لسنا كاملين بسبب خطية آدم، وهنكون كاملين لما المسيح يرجع في المجيء الثاني، وساعتها هنتغير. إما هنتغير لما نكون لو عايشين، أو لو كنا متنا هنلبس أجسادنا اللي كنا عليها، بس هيحصل تغيير في الجسد مش على الجسد. يعني مش هيتغير شكلنا قد ما هيتغير اللي جوانا. الجسد لما بيقول عنه جسد دم ولحم لن يرث ملكوت السماوات، وهنرجع لها إن شاء الله في حلقة تاني، دي لا تعني ان احنا مش هيبقى لنا جسد لحم ودم، لكن تعني اللي هو المعنى بتاع العهد الجديد، ان في الخطية الجسد اللي هو معناه الخطية، الانسان الطبيعي بيقولها كده في العهد الجديد، كل دي بتعني الانسان الخاطي. لكن الانسان اللي هو كامل، اللي هو ما فيهوش خطية خالص، لا يحس بألم، لا يشعر بأي ضيق، بيشتغل على الأرض اللي هي بقت السماء، لأن أورشليم نازلة من السماء، نازلة بمعناها أرض جديدة وسماء جديدة. كل ده هم بيشعروا، اللي في الأرواح فقط بيشعروا براحة عميقة، بيسبحوا الرب المسيح طول الوقت، لكنهم في نفس الوقت مشتاقين. رؤية ستة، رؤية ستة بيتكلم عن الأرواح اللي تحت المذبح. إن هم بيقولوا إلى متى يا رب، إلى متى؟ يعني يا رب اللي هو المسيح تعود علشان تحيينا، تحيينا في الجسد. هم أحياء في الروح،
لكنهم هيبقوا أحياء في الجسد. والإنسان لن يصير كاملا إلا بالاثنين، الجسد والروح. وخلي بالك كمان أن المسيح بولس الرسول اتكلم عن فداء أجسادنا، مش بس فداء أرواحنا، إحنا أرواحنا فديت، وأن الطبيعة نفسها ستعتق، كل الخليقة ستعتق من عبودية الفساد. بالضبط. إزاي يقصد بها إيه؟ أن الطبيعة كمان ستعتق، مش بس أرواحنا، لكن أرواحنا وأجسادنا وكل الخليقة. بالضبط. يقصد إيه؟ يقصد خلي بالك أن إحنا ده يرجعنا لحديقة عدن. أحب أسميها حديقة عدن لأن الناس بتلخبط لما بنقول جنة عدن. هي حديقة عدن، جنة بالعربي يعني حديقة. نعم. فحديقة عدن حصل فيها موقف أن الله لعن آدم ولعن حواء ولعن الحية. لما لعن آدم فاكر قال له إيه؟ ملعون الأرض بسببك. بسببك. نعم. وعشان كده عندنا زلازل وبراكين وعواصف، هتنتهي كل الحاجات دي وستعتق كل الطبيعة لما يجي المسيح في الدنيا. يعني هل الأرض دي بتاعتنا هتتدمر؟ مش هتتدمر. الله مش في البيزنس بتاع انه يميت موت كامل. الله في البيزنس بتاع انه هيتجي لها نار للتطهير. لما بيقول الرسول بطرس ان تنحل العناصر وتحترق الارض وكل المصنوعات، لكن ما قالش انها تنتهي. مظبوط. هيحصل ان احنا مش هنكون عليها، هيحصل ان الارض دي هتحترق احتراق كامل بمن عليها وما فيها. ولكن احنا لما هنعود اليها تكون ارض جديده. يعني مش هتتدمر؟ لا مش هتتدمر. الكون مش هينتهي؟ الكون مش هينتهي، لانه الله خلق الحاجات كلها شيء حسن، واخر حاجه قالها حسن جدا. لا يمكن خليقه الله يدمرها اللي هي كانت حسن جدا، والا كان الشيطان يبقى انتصر. الشيطان انتصر على ادم، لكن انتصاره مؤقت. يعني فهمك للآيات اللي بتتكلم عن الرسول بطرس هو بيتكلم عن احتراق العناصر وإن المصنوعات هتحترق، عملية تطهير للأرض نفسها وليس تدمير للأرض نفسها. لكن الأرض باقية حتى في الأبدية. حتى في الأبدية. ودي اللي هنعيش عليها. وعلشان كده لما الرب المسيح هيكون موجود عليها هتكون سماء. حيثما المسيح فهي سماء. فيبقى سماء جديدة وأرض جديدة ينطبق عليها. أورشليم النازلة من السماء ده بعد احتراق الأرض، وبعدين بعد كده بعد اللي هو بيعمل الديزاين دلوقتي بيجهزها بكل الحاجات اللي هو يوحنا 14 اللي أنا ذاهب ولما أعود هيكون جهز لنا منازل كثيرة في العربي القديم. في العربي الجديد تلاقيها مساكن. مساكن. وفي بعض الترجمات الإنجليزي مانشنز، قصور. طيب السؤال المهم حتى يعني الأخ الدكتور أحمد يحس إن إحنا عندنا أسئلة مهمة وما لقيناش وقت عشان هو يتداخل معنا، خصوصا إحنا بنركز على السماء أو مفهوم السماء في المسيحية، مش هنتكلم النهاردة عن القرآن. السؤال المهم لكل المشاهدين مسيحيين كانوا أو مسلمين، إيه الطريق للسماء؟ إحنا عايزين نتكلم عن حاجة عملية، إزاي الإنسان يدخل السماء؟ أنا لا أؤمن بفكرة اليهودية والمسيحية والإسلام، أنا ما أؤمنش بالأديان، لكن أنا أؤمن إن في طريق واحد بيقود الإنسان إلى السماء. إيه رأي حضرتك؟ ما هو الطريق الذي يقود الإنسان للدخول إلى السماء؟ على أي أساس؟ على أي أساس بندخل السماء؟ نعم. أنا هدخل لآية أتمنى من كل قلبي إن ما يكونش كثر استعمالها لدرجة الملل. نعم. آية كلنا عارفينها. نعم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي السماء. وكملت الآية بيقول إيه؟ لأنه أي الآب لم يرسل، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. نعم. ده الخلاص النهائي. في خلاصين بنتكلم عنهم في الكتاب المقدس، للأسف دايما نتكلم عن الخلاص الأول. نعم. اللي هو احنا هنتكلم عنه حالا دلوقتي. الخلاص الثاني اللي هو الخلاص الأبدي. الخلاص الأول هو اللي بيقود للخلاص الثاني. أنا في رأيي إن إنجيل يوحنا ده مركزه الآية دي، ده هو اللي بيدور حواليه كل إنجيل يوحنا. الله خلق الإنسان، الإنسان لم يطيع الله،
عصى الله وحب يعبد نفسه. نعم. إزاي يعبد نفسه؟ لأنه حب يحط نفسه في مكان الله، يعرف الخير والشر، يعرف الخير والشر، وكأنه حط نفسه كأنه زي الله، زي الله. ودي عبادة النفس. هنا أحب أحذر الإخوة المشاهدين أن في نقطة مهمة جدا 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 هنا بننساها، وهي أنه الله لما خلق آدم وحواء اوعى نلومهم على اي حاجة عملوها. ليه؟ دول كانوا ممثلين للبشرية، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، مهما كان حد فينا مكانهم كان هيعمل نفس الشيء. اي حد فينا كان مكانهم هيعمل نفس الشيء، وبالتالي احنا بقينا في الخطية. في نوعين من الخطية احنا فيهم دلوقتي، خطية موروثة من آدم، والخطية التانية خطية الاختيار. احنا بنختار الخطية. دخلت الخطية العالم ولا يمكن تخرج منها إلا بعمل فدائي. حاول الله أن يخلي البشرية ترجع له عن طريق الذبائح، لدرجة أنه النبي بعض الأنبياء قالوا لهم أنتوا وقفوا الذبائح، الله هم بيعملوا الذبائح ويطلعوا يخطئوا تاني، يعملوا الذبائح. بيقول عاموس، بيقول لهم إيه؟ بغضت كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم. إني إذا قد قدمتم لي محرقاتكم وتقديماتكم لا أرتضي، وذبائح السلام من مسنماتكم لا ألتفت إليها. أبعد عني ضجة أغانيك ونغمت ربابك لا أسمع، وليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. إذن ما هو الحل؟ كان الحل الرئيسي هو المسيح. إزاي؟ المسيح كان هو الوحيد الذي بلا خطية، وهو الله، لأنه الله، فهو البشر الوحيد الذي جاء إلى أرضنا بدون خطية. الذبيحة الأخيرة والوحيد اللي كان يقدر يقوم بالعمل ده، لأن الله لا ينقض قوانينه. كان في أخ سألني مرة في برنامج تاني، هل إن في، طب ما كانش في طريقة تاني؟ قلت له لا، ما كانش في طريقة تاني إلا الصليب، وهو ده كان الطريق الوحيد. لو آمنت بصليب المسيح هو ده الطريق الوحيد لدخول السماء. استاذ عادل بشكرك جدا، متاسف ما قدرناش نخلص كل الاسئله، لكن مهم جدا ان كل واحد فينا ياخد قرار ويعرف. الذي يؤمن بالابن له حياه، الذي يؤمن بالمسيح له حياه، والذي لا يؤمن بالمسيح لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله. اخي انت حر، لازم تعرف ان الجسد الانساني هيموت ويتحلل، ولكنه لا ينتهي بل ينبعث من جديد بصوره اخرى، وتكون العلاقة القائمة بين حياته قبل الموت وبعد القيامة كالعلاقة بين البذرة والشجرة سواء بسواء. يعني أن البذرة حاجة صغيرة لكن الشجرة حاجة كبيرة، هو ده الحالة اللي احنا هنكون فيها بعد القيامة أو بعد الخروج للإيمان والحياة مع المسيح. دعوتي ليك أيها المشاهد أيا كان، اقبل المسيح كمخلص شخصي لحياتك حتى تستطيع أن تدخل إلى السماء. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، هنتكلم عن الجنة في الإسلام مرة تانية، وإلى اللقاء.